مساء الخير. كثيرون قالوا لي حين علموا أن السيدة ليلى فوزي هي ضيفة خليك بالبيت، اسألها عن سر جمالها الدائم. لهؤلاء الأصدقاء أقول ما قاله حسن الإمام يوم شاهدها لأول مرة: رأيت ما يشبه الشموع المضيئة تحت بشرتها، أو ما كتبه عبد السلام النابلسي ذات شبكة في الستينات: جمالها أمير يأمر وملك يحكم وسلطان يأسر السلاطين وفتنتها مرهقة محرقة. وأستطيع الليلة أن أضيف: ها هو جمالها يرهق العمر والسنين بدل أن يرهق، وينتصر على الزمن وصروفه، ويبقى مشعا متوهجا، لا لشيء سوى أنه ينبع من الداخل، من الروح الحلوة والأعماق الدافئة، متوجا بالترفع والأنفة، وبمسحة من ملامح أرستقراطية حاصرت صاحبتها طويلا داخل إطار محدد، مثل ما فعل بعض المنتجين أحيانا. لكن ليلى فوزي استطاعت أن تتخطى جمالها الخارجي، وأن تكون علامة فارقة من علامات الفن الراقي والزمن الجميل، وواحدة من ذاك الرعيل الذي أعطى عمره كاملا لأجل الفن ولأجل الفن فقط. صعب اختصار مشوار القديرة ليلى فوزي بساعتين، لكن تأكدوا أن حضورها سيمنح هاتين الساعتين ألقا لا يضاهى. فتعالوا نرحب معا بنجمة هذه الليلة المتألقة السيدة ليلى فوزي. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك ست ليلى. مساء النور. أنت أخجلتني بالكلام الحلو اللي قلته حقيقي، يعني أصلاً تستاهلي أكثر من هيك. سيدتي، يعني الزيارة الأولى لحضرتك على لبنان وعلى بيروت منذ زمن طويل، يعني من قبل الحرب تنذكر ما تنعاد ما جيتي على بيروت. نحن سعداء أنه أول زيارة تكون على خليك بالبيت. انطباعاتك لو سمحتي عن لبنان، لمنحك وسام ذات يوم رئيس وزرائه المرحوم سامي الصلح. فعلا. كيف لقيتي بيروت ولبنان بعد هالغياب الطويل؟ بيروت دايما جميلة، يعني ما هيش حاجة جديدة علي. نعم. حقيقي، ويعني طول عمري بحبها وطول عمري بعشقها حقيقي. وأنا سعيدة فعلا أنك أنت أتحتني هذه الفرصة عشان أجي لبنان تاني حقيقي. ست ليلى، المعروف أنه والدتك تركية الأصل وأنك ولدتي قرب مدينة اسطنبول، والبعض يقول أن والدك أيضا هو تركي، هل هذا الأمر صحيح أم أنه مصري الأصل أيضا؟ لا والدي مصري. نعم. والدتي هي تركية. نعم. يعني بيحصل فعلا، الناس بيبقوا فاهمين كده فعلا. يعني ليش هالالتباس؟ ليش في ناس مصرين انه والدك تركي يقولوا انه والدك تركي؟ رغم انك انت اكثر من مره يعني. ما اعرفش، يمكن شكلي يعني متهيألهم ان لازم بابا وماما يبقوا اتراك، ما اعرفش ليه. نعم. يعني الوالد كان ميسور جدا وصاحب تجارة وثري، وتعرض لانتكاسة مادية أدت إلى تغير الحال والأحوال. هل أثر هذا الأمر على حياتك وأنت طفلي أم لا، يعني ما بتتذكري هالموضوع؟ لا طبعا ما افتكرش الحكاية دي خالص. يعني ليه؟ إن كنت صغيرة خالص. نعم. كنا صغيرين لسه يعني. طيب، هل صحيح ست ليلى انه وانت صغيره في السن كان حلمك او كان يعني هيك عندك ميل ان تكوني مطربه مش ممثله، وانه عندك صوت كمؤدي لا يقل عن صوت سعاد حسني مثلا رحمها الله؟ لا، هو فعلا انا كنت بحب الغنى جدا، وكل ما اسمع غنى في الراديو كنت اقعد اغني، واقف قدام المراية واغني واعمل حاجات كده وبتاع، يعني طفلة صغيرة ومتهيألها ان هي صوتها حلو وعمالة تغني يعني. بس غنيتي مقطع صغير بفيلم ممنوع الحب مع الموسيقار خالد عبد الوهاب. فعلا غنيت في الغنوة الأخرانية بتاعت الفينال بتاع الفيلم.
نعم. بناء على يعني طلب مين غنيتي؟ هل كان رغبتك الشخصية، رغبة المخرج، رغبة الموسيقار عبد الوهاب؟ لا مش رغبتي طبعا، لان ما كانش ممكن ان انا اطلب يعني ان انا اغني. نعم. يعني هو عبد الوهاب اللي عمل اغنية كده. طيب لو سمحت خلينا نتذكر هالبداية وهالمقطع اللي غنيتي فيه بفيلم ممنوع الحب وفرجيه للمشاهدين. ست ليلى، بتشوفي اعمالك القديمه بتتفرج عليها بين وقت وتاني؟ اه طبعا طبعا. على اي ذكرى؟ فكرتنا بالايام الجميله حقيقي. نعم. هل صحيح انه جمالك وانت يعني طفله او صغيره كان سبب بحرمانك من متابعه الدراسه، لانه الاهل كانوا خافوا عليك كثير وكانوا الجميع يسموك قمر 14 بوقتها؟ لا لا، مش ده السبب ولا حاجة. هو السبب طبعا ان انا لما ابتديت اشتغل كنت في المدرسة. نعم. فبالتالي الشغل شغلني فبطلت المدرسة، وكان غلط طبعا، انما نعم. اهو ده اللي حصل. بتحسي بالندم انك ما كفيتي دراستك؟ اه طبعا في الشك. بتشعري بالندم؟ طبعا. شو كان تغير يعني؟ بتحسي انه كان ممكن مجرى حياتك يتغير او الامور تاخذك باتجاه اخر؟ لا مش حكايه مجرى حياتي، يعني دائما العلم كل ما بتتعلم زياده. نعم. كل ما بيبقى عندك. ما عوضتك الحياه يعني؟ ما تعلمت من الحياه ومن السينما ومن التلفزيون؟ لا اتعلمت طبعا طبعا. نعم. اتعلمت ما فيش شك. واي انسان كل ما بيكبر كل ما بيبقى عنده خبره كل ما بيتعلم بيفهم حاجات كتير كيف الدنيا، ده شيء طبيعي يعني. نعم. الوالد في البداية كان رفض يعني قاطع لدخولك مجال الفن، ولكن يعني فيما بعد غير رأيه ووافق على مشاركتك بأول فيلم اللي كان مصنع الزوجات لنيازي مصطفى. يعني شو اللي حصل لحتى غير رأيه؟ شو بتتذكري عن هالبداية؟ هو الحقيقة بابا كان عنده أصدقاء كتير من الجو الفني يعني وسط الفني، فكانوا بيجوا في البيت بيسهروا معاه في البيت، فبالصدفه بيشوفوني مثلا ماشيه وبعدي مثلا او كده يندهوني، وبابا يقول لي تعالي سلمي مثلا كده، واسلم عليهم وبتاع. بعد ما اخرج يقولوا له طب يعني ليه انت مخبي بنتك عننا؟ ليه ما تطلعش في السينما وكده؟ فاقول لهم ايه سينما ايه لسه صغيره ومش عارف ايه، ياخد الكلام هزار ويقفل. كل ما يجوا يرجعوا نفس الحكايه يفتحوا الموضوع، فيرفض يقول لهم لا هي اولا صغيره وفي المدرسه، وبعدين ليلى بتتكسف قوي مش ممكن تعرف تمثل ولا تقف قدام كاميرا ولا حاجات زي دي. برضه ما بيقتنعوش. نعم. يعني فضلوا يزنوا وراه، وبعدين حطوه في كورنر بقى قالوا طب يعني عايزين نعرف ايه الاسباب، يعني ايه اللي مخليك على طول تقول لا واخد الحكايه هزار معانا؟ قال لهم بصوا بقى يعني انا يعني لا اامن ان بنتي تخش تشتغل في الفن، وطبعا يعني اياميها الفن ما كانش زي النهارده. لا. يعني كان عيب ان اي بنت من عيله تنزل تشتغل في الفن. فشرح لهم يعني السبب عشان ما يفضلوش بقى يزنوا عليه ويقولوا له بتاع. قال له بس انت كده بقى ظالم، يعني كده من غير ما تشوف اي حاجه بتتهم ان الوسط مش هيكون كويس او حاجه زي كده. قالوا له طب تعالى شوف بنفسك وانت هتشوف ان اللي في دماغك ده ما هوش مظبوط. بس ف كان في مخرج اسمه جمال مدكور. نعم. اتوفى هو الله يرحمه. كان والده برضو بيشتغل في التجارة اللي كان بيشتغل فيها بابا، يعني الأقمشة والحاجات دي. نعم. فقال له في فيلم بيعمله المخرج نيازي مصطفى، والفيلم ده فيه بنات صغيرة وتلاميذ وحاجات زي كده، فدي فرصة انها تروح تعمل تلميذة وايه وباباها يشوف ايه الوضع بالظبط وشوفوا على الحقيقه يعني. ففعلا ده اللي حصل يعني، فضلوا وراه لغايه. نعم. ما قدروا يقنعوه ان ده وسط كويس، وان ما تخافش على بنتك وروح معاها وشوف بنفسك.
طيب مدام ليلى فوزي، حضرتك كان عندك يعني آنذاك بهداك الوقت كان عندك رغبة انك تكوني تدخلي مجال الفن والتمثيل؟ خالص ما كانش على بالي خالص ان انا امثل او حاجة زي كده، يعني طفلة صغيرة بتقعد تغني في البيت وتعمل حركات وترقص ومش عارف ايه، يعني زي ايه طفلة عادية، انما يعني ذهني ما فيهوش حاجة من دي يعني. كنت تحبي ليلى مراد انت وصغيري؟ او كنت بحب ليلى مراد جدا، بحب اغانيها واقعد اغني اغانيها في البيت وعبد الوهاب طبعا وفريد وكل الناس دي كلها، كان اياميها لسه بقى عبد الحليم ما طلعش يعني. اذا كان اول فيلم هو مصنع الزوجات، بل انطلاقه الحقيقيه كانت مع الموسيقار عبد الوهاب بعقد منذ البدايه، يعني ثلاث افلام عمل معك، عقد احتكار ثلاث افلام، دفعه وحده، لست ملاكا، ممنوع الحب، و الفيلم الثالث رصاصة في القلب. رصاصة في القلب. يعني كيف لفت نظر الموسيقار عبد الوهاب؟ لا ما هقول لك حاجة، أنا لما رحت أمثل في فيلم مصنع الزوجات، نعم، كنت واقفة في الحوش، في حوش الاستوديو، كنت بشتغل في استوديو مصر، فكريم شافني سأل لهم مين البنت اللي واقفة هناك دي؟ المخرج محمد كريم. محمد كريم فقالوا له هي بتشتغل مع المخرج نيازي مصطفى وبتعمل دور تلميذه وكده. قال لهم طب انا عايز اروح اكلمها. فجاي كلمني قال لي انت اسمك ايه؟ وانا اسمي محمد كريم، انا مخرج بشتغل بعمل افلام لعبد الوهاب، ودلوقتي بحضر فيلم لعبد الوهاب وعايز اخدك في دور معايا. انا كسفت جدا، قلت له طب كلم بابا انا ما اعرفش يعني. بس فراح كلم بابا واتفق معاه انه يجي في المكتب شركه كايروفون، فروحنا هناك فعلا ولقيناهم عاملين استعداد يعملوا عقد ثلاث افلام ونمضي عليه وكده. بس فمضينا واشتغلت ممنوع الحب بقى. كيف كان تعامل يعني نجم كبير بهداك الوقت مثل عبد الوهاب مع طفلة صغيرة جاي يعني او صبية في مطلع العمر عم بتمثل يمكن لأول مرة او لتاني مرة بحياتها، كيف تعامل معك؟ يعني كيف شعرتي حضرتك يعني انه عم توقفي قدام عبد الوهاب؟ دي كانت كارثة بالنسبة لي. طبعا كارثة يعني. اولا عبد الوهاب ده اللي انا كنت بسمعه في الراديو ومعجبة بصوته واحلام بقى في خيال الطفلة دي، ففجأة لقيت نفسي هقف قدامه وهمثل وهتكلم، طب ازاي يعني؟ كان حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي، مش متخيلة ان انا هقف قدامه واقدر اتكلم. حسيت ان انا يعني ساعة ما دخلت البلاتو ولقيت كل الناس في الاستوديو ومحمد كريم وعبد الوهاب وكده، حصل لي ذعر يعني، شوف ذعر، بقيت هايبة الموقف، واخدت بعضي وقعدت في ركن كده وقاعدة ساكتة خالص ما بعملش اي حاجة. كريم كان دايما يشتغل، كان يخلي مراته مساعدة مخرج معاه، دي كانت ست ألمانية يعني، فلاحظت عليا ان انا حالتي وحشة جدا. راحت لكريم وقالت له طب شوف حاجة يعني بالنسبة لليلى، حالتها وحشة جدا ولازم تخليها تاخد على عبد الوهاب عشان تقدر تعرف تتكلم معاه، والا كده مش هتعرف تتكلم. وهو كمخرج كان عصبي كمان يعني اثناء التصوير مثل معظم المخرجين تقريبا يعني. لا هو يعني كان عصبي مع الشيء اللي يستاهل، انما مش مع اي حد. يعني لما ممثل ما يجيب الاحساس مظبوط او ما يؤدي الدور يعني حسب الشخص اللي قدامه. انا هقول لك قدام. ف راح بقى كريم صلت عبد الوهاب، ده عرفته انا بعدين يعني مش ساعتها، انه روح اقعد جنب ليلى واتكلم معاها عشان تاخد عليك، لان هي هايبه الموقف جدا ومش هتعرف تشتغل قدامك وكده. فانا قاعده كده لقيت عبد الوهاب جاء وماسك السكريبت في ايده، الورق اللي مكتوب فيه الحوار وكده. قال لي انت معاكي الحوار ولا معاكيش؟
ما بتكلمش بدون كلام بالإشارة. فقال لي طب ما تيجي نقول مع بعض عشان احسن، لو غلطنا هيضحكوا علينا بعدين، يعني هو ايه بيوري ان هو يمكن يغلط مثلا حاجه زي كده. وتعالى جدع هات لي كرسي هنا، فجاب كرسي وقعد جنبي وقعد يتكلم معايا في حاجات ملهاش علاقه بالشغل يعني. وبصيت لقيته قال لي نكته وضحكت وضحكت معاه وبديت اتكلم معاه واخد ودي معاه وكده. فلقيت فعلا نفسي اتعودت ان انا اتكلم معاه وخدت عليه من كتر قد كده ما هو كان لطيف وكان بسيط. نعم. وحاول يعني بسط الموضوع بالنسبه لي عشان يعني نقدر نشتغل قصاد بعض، وعدت الحكاية والحمد لله. نعم. يمكن هذا اللي بيميز يعني الفنانين الكبار والجيل العمالقة، هو مش بس مواهبهم إنما أخلاقهم وسلوكهم وتعاملهم يعني مع بعضهم ومع الفنانين الجدد بوقتها. بالضبط بالضبط، هو يعني كان في تعاون يعني. يعني إحنا طبعا ما فيش شك الجيل بتاعي استفدنا كتير جدا من الجيل اللي قبلينا. نعم. يعني كان في مجموعة كبيرة جدا حقيقة، يعني كانوا عمالقة فعلا. كان حسين رياض، كان ماري منيب، كنت بحس كأنها أمي قد كده، كانت ست حنونة. نعم. ووقفة وأنا بمثل هي خايفة عليا، يعني عارف إزاي خايفة عليا لحسن إيه أغلط أخرج من الكادر مثلا، حاجات يعني لسه طبعا ما فيش خبرة عارف. فكل دول علمونا وتعلمنا منهم حقيقي، يعني وقفوا جنبنا وتعلمنا فعلا. أكيد ست لالا، يعني كنا دايما بنساعد بعض. يعني مثلا في قدامي أي ممثلة بتشتغل مثلا، مديحة، فاتن، أي حد، أبقى أنا واقفة مثلا المشهد مش علي، عليها هي لوحدها، أبقى أنا واقفة يعني خايفة أحسن هتغلط، أجري أروح أصلح لها فستانها، أجري أروح عاملة لها مش عارف إيه في شعرها. هي نفس الحكاية، يعني كان في شعور حلو وفي حب متبادل بيننا كلنا، وكل اللي بيشتغلوا تحس إنهم بيحبوا عملهم. مفيش شك إنه أي إنسان مش بس الفن، أي عمل أما الواحد يكون بيعمله وبيعمله بإخلاص وبحب، أكيد الحب ده بيخليه يوصل للمشاهد بسرعة جدا. عشان كده أفلامنا عايشة للنهاردة إن شاء الله بتعيش إلى الأبد. اسمحي لي توقف مع أول استراحة بلقائنا ثم نتابع يعني استماعنا لكلامك الشيق والممتع. برنامجنا موسيقي نوع مميز وفريد من نوعه. ليش عم بقول هالكلام؟ لأنه للحقيقة ببرنامج إيقاع رح ندخل نحن وياكم إلى المكتبة الموسيقية الكبيرة بضمن الأغاني اللبنانية والأغاني الخليجية والمصرية، لنكشف عن الأغاني اللي شوي نسيناها وبعدها ببالنا. مشاهدينا منتابع خليك بالبيت مباشرة على الهواء مع القديرة ليلى فوزي. من هاللحظات أرقام الهاتف ورقم الفاكس أمامكم على الشاشة للاتصال ولطرح أي سؤال أو مداخلة على ضيفتنا الكريمة، مع رجاء المعتاد والمألوف الإيجاز قدر الإمكان إفساحا في المجال أمام أكبر عدد ممكن من أصدقائنا المتصلين. ست ليلى، بمتابعة حوارنا يعني المرحلة التالية اللي تلت يعني تجربتك مع عبد الوهاب، فينا نقول أنها مرحلة توجو مزراحي اللي كمان تعاقدت معه على مجموعة أفلام وهو المنتج المعروف آنذاك. سؤالي يعني كيف كانوا يفكروا المنتجين بزمنكم؟ يعني نحن اليوم نلاحظ انه الانتاج معظمه له اهداف تجاريه، له يتوخى الربح يعني والفلوس والمال. بالزمن اللي ابتديتوا فيه هل كانت الصوره مختلفه ام كان كمان يعني الهم الربح والفلوس؟
لا لا، اختلاف تام يعني. زمان المنتج ما كانش بيفكر اولا في الفلوس، لا، هو السينما طبعا فن وتجارة مش شك، انما ما يبقاش التجارة اساسية وتبقى هي بس، يعني زي ما حصل النهاردة للأسف. يعني زمان المنتج كان بيشتغل وهو جايب قصة كويسة وجايب ممثلين كويسين وعايز يعمل عمل كويس، انما مش حاطط في ذهنه انه يعني المهم ان هو يجيب فلوسه بس. لا. شو اللي كان بيميز توجو مزراحي وافلامه؟ توجو مزراحي كان مخرجين كويسين قوي ودارس وفاهم بيعمل ايه حقيقي، وعمل افلام عظيمه كتير جدا يعني، من ضمن ما عمل كمان عمل افلام ليلى مراد، من احلى افلامها عملها هو انتاجه، كان غت الكاميليا فكده، قعد 13 شهر ولا ايه في سينما حاجه كده يعني، كان نجاح فظيع يعني، احلى افلام ليلى مراد عملها توجو مزراحي. فانا بعد ما خلصت الاحتكار مع شركه عبد الوهاب، كان حكايه الاحتكار دي زمان كانت منتشره جدا. كانت برايك لصالح الفنان؟ كانت لصالح الفنان فعلا يعني، هم كانوا بيعملوا الاحتكار ده يقولك ايه، عشان الممثل ما يطلعش كتير، الممثل لما يطلع كتير بيتحرق، تخيل يعني، شوف النظرية. يعني كانوا يخافوا على الممثل بتاعهم ليتحرق، فبيحتكروه لمدة معينة، كذا سنة مثلا أو كذا فيلم، يشتغل عندهم بس ما يشتغلش ما كان في خالص. اللي بنسميه اليوم مدام ليلى مرحلة الانتشار، يعني هلا اليوم فنان بيبتدي وبيشتغل اي شيء بحجه انه هو لا يزال في مرحله الانتشار ولازم يعني يطلع بكثير افلام وبكثير مسلسلات مثلا. لا 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 لا، يعني كان يعني حاجه مختلفه خالص بقول لك، والدليل على كده ان كانوا منتشره حكايه الاحتكار الفنان. يعني انا خلصت افلام عبد الوهاب 3 افلام، عملت مع توجو مزراحي 4 افلام احتكار برضو. وانطلقت وطلعت. كان افلام، مع علي كسار، علي بابا والأربعين الحرامي، واسماعيل ياسين، ونور الدين وبحاره الثلاثه، وتحيا الستات، كان في مديحه يسري، وكان في محمد امين وانور وجدي، وفيلم اسمه ملكة الجمال، يعني مجموعة أفلام حقيقة. اسمحي لي أخذ على الاتصال الأول بسهرتنا اليوم من دولة الإمارات العربية، من خلدون. ألو ألو ألو، مساء النور، أهلا وسهلا، تفضل. ما أطول عليك، أحكي بسرعة كثير. ست ليلى مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك ست ليلى. سؤالي كثير صغير، مين بيشبه ست ليلى من الممثلات اللي كانوا موجودين في الساحة قبل؟ ومين بيشبه ست ليلى فوزي من الموجودين بالساحة الفنية حاليا؟ شوف، أنا يعني ما فيش ممثل بيبقى شبه التاني، يعني كل ممثل بيبقى له شخصيته وبيبقى له أسلوبه، فأما يطلع حد شبه فلان مثلا يبقى تقليد يعني، تكرار، ما ينجحش. شكرا خلدون على الاتصال. ست ليلى، ببداية مشوارك وانت بعدك صغيرة تزوجتي من هو بعمر والدك تقريبا، واللي كنت تعيطي له أنكل عزيز، عزيز عثمان، المطرب عزيز عثمان، صاحب أغنية الغراب زوجوه أحلى يمامة، مش هيك؟ يعني شو اللي خلاكي تتزوجي رجل أكبر منك سنا وبعمر الوالد وكنت تعيطي له يا عمو؟ شوف، هو كان صديق والدي، كان بيجي في البيت دايما، وهو كان راجل دمه خفيف جدا، وكان يجي، كنا احنا واخدين عليه انا واخواتي، ونقعد معاه ويحكي لنا حكايات وحدوتة، انكل عزيز جه، انكل عزيز خرج، انكل عزيز ما جاش ليه، حاجات كده يعني، شغل عيال، عارف.
نعم. وكنا كلنا بنحبه جدا. نعم. فمع الوقت أتاري هو بقى بيرسم يعني بيرسم على الجواز. فبعد فترة طويلة طبعا راح اتقدم لبابا وقال له يعني أنا عايز اتجوز ليلى وكده. بابا استغرب جدا الحكاية دي فرفض، قال له ازاي دي بنت صغيرة جدا لسه وفي المدرسة ازاي تتجوزها وفرق كبير بينكم وبين بعض. قد ايه كان تقريبا فرق السن بيناتكم أستاذ؟ كان كتير كتير أكتر من 20 30 بطلع بعض. فمع الوقت يعني أنا من كتر ما هو بقى يزن على بابا فبابا جه سألني قال لي تتجوزي فلان؟ قلت له اه كده بدون تفكير يعني أنا ده يعني واخداه كده محل بابا واخداها لعب عيال. لما بابا الله يخليه بوقتها موجود يعني ما تعرفش يعني شيء غريب دون وعي يمكن دون وعي إدراك. خالص طبعا لا. يعني مفيش بمجلة الكواكب ستنا بعدد سنة 1952 يونيو 1952 في حوار عاملينه مع بعضكم أنت وعزيز حضرتك وعزيز عثمان بيسألك هو سؤاله الأخير بيقولك أنت بتحبيني قوي ليه؟ بتجاوبيه حضرتك بتقولي لأنه ده إيه ده حديث يعني بيني وبينه في مجلة؟ نعم هذا تقريبا من حوالي 50 سنة بيسألك بتحبيني قوي ليه؟ بتردي حضرتك بتقولي له لانه دمك خفيف. كنت تشوفي انه فعلا دمه خفيف؟ يعني مش هو دمه خفيف فعلا يعني. لا. لو سمحتي لي رح تلقى اتصال من كريم او كريم صيداني. كريم صيداني الو. الو بونسوار. اهلا وسهلا تفضل. بونسوار مدام ليلى. بونسوار اهلا بيك. بس بدي اسالك انه شو برايك النجمه يعني لتكون انه نجمه شباك شو المقومات انه حضرتك مثلت كثير افلام من زمان ودغري هيك مثل حسيتك انتقلتي للمسلسلات انه اسم الله عندك عدد كبير بس شو رايك انه لتكون نجمه تذاكر انه شو مقوماتها؟ شكرا كريم على اتصالك. مع العلم انه مدام ليلى يمكن مثلت اكثر من 70 فيلم قبل ما تنتقل للتلفزيون. تفضل. ده صحيح وبعدين انا يعني اتنقلت بكيفي انا يعني انا اللي امتنعت لان كان في بدت افلام مقاولات وافلام سكسي وافلام عنف وضرب وخط وكده فحسيت ان انا الادوار اللي بتتعرض عليا يعني ما هياش ادوار مناسبه بالنسبه لي فانا اللي امتنعت من نفسي يعني. شو مواصفات نجمه الشباك عم يسالك؟ نجمه الشباك تكون اولا فنانه و بتحب شغلها تكون محبوبه من الناس وبتادي عمل صادقه فيه وبيوصل للناس مش الشكل والاغراء لا والالقاب احيانا لا يعني الحاجات دي كلها حاجات وقتيه ما هياش الاساس اللي بتخلي الفنان يبقى بزمانكم ست ليلى كان في مثلا ساحره الجماهير ومعبوده الملايين وفاتكه بالمشاهدين ويعني بتعرفي فيها الالقاب كثير اليوم شو بضيف؟ بضيف اللقب للفنان؟ بضيف له شيء؟ ما اعرفش انا بالنسبه لي يعني ما اعتقدش انه بيبقى له قيمه يعني يعني انما هو يمكن بيسعد الفنان نفسه. نعم. اللي بيحب الاسلوب ده يعني. نعم. لو سمحتي عاطف عبد الرحمن من لبنان، الو. الو مساء النور، اهلا. مساء الخير ست ليلى. اهلا مساء النور. يا سيدنا بدي اسالك سؤالين. اتفضل. الفنان الراحل محمد فوزي بيقرا منك؟ لا هم كل الناس فعلا كانوا فاكرين ان احنا اخوات لان الاسامي متشابهه. بعدين عندي عن افلامك ثلاثه، ليلى بنت الشاطي، الشيخ حسن، من اجل حبي، مين اخرج عن الافلام؟ اللي اخرجوا؟ نعم، مين اخرج لك افلامك هالثلاثه؟
ليلى بنت الشاطئ. ليلى بنت الشاطئ حسين فوزي. والشيخ حسين. ما كنت انا ليلى فوزي ومحمد فوزي وهو حسين فوزي والمنتج كمان برضو كان فوزي. والشيخ حسن. حسين صدقي. أيوة. تمثيله واخراجه. نعم. والفيلم الثالث من اجل حبي مع فريد الاطرش. من اجل حبي كمال الشيخ. كمال الشيخ كثير. وبدي احكي معك استاذ كلمه صغيره. تفضل حبيبي. يا ريت تستضيفنا الفنانه الكبيره السيده هند رستم. ان شاء الله ان شاء الله بتتحقق. هذه امنيه مشتركه. على كل حال الف شكر. على سيره المرحوم فريد الاطرش، هل صحيح انه تقدم لك الله يرحمه ووالدك رفض انك تتزوجي؟ حصل. حصل. وليه رفض الوالد؟ يعني ما تفهمش، هو يعني كان متهيأ له انه شاب لعبي كده وبيحب الستات وحاجات كده. نعم. يعني لو الوالد وافق كنت حضرتك وافقتي؟ علوم فريد انسان مهذب جدا ولطيف، وبعد كده احنا بقينا اصدقاء جدا حقيقي. نعم. يعني فريد من اعز الاصدقاء فعلا. نعم. بتقولي انه هو من افضل من غنى حفلات طويله على المسرح. حضرتك بتعتبري انه فريد هو افضل من غنى حفلات على المسرح، هل صحيح ولا يعني مش كل مغني بيقدر يقف على المسرح 3-4 ساعات ويغني، يعني دي عايزة مقدرة في الصوت يعني. طيب هل صحيح أيضا أنك رفضتي ساحر النساء آنذاك المرحوم أنور وجدي لأجل عزيز عثمان؟ لا 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 لا، ده ما كانش فيه أي فكرة جواز ولا حاجة، ده كان في أوائل شغلي. نعم. يعني جاء فيلم اسمه من الجاني، وهو كان أنور بيشتغل في الفيلم ده وكنت أنا بشتغل، فمن أول ما شافني وراح اتقدم لبابا وعايز يتجوزني وكده. مزود. فبابا يعني جاي يقول لي حبيتك من أول دقيقة ومن أول نظرة ومش عارف ايه الحاجات دي، فبابا رفض برضو، فبرضو فضل وراه طول ما احنا بنشتغل. نعم. مش عايزني اتجوزها. نعم. ليه انت ايه الاعتراض اللي انت؟ قال له شوف يا ابني بقى، يعني انا ده بعد ما قال له كذا مرة لا لا لا، وفي الاخر بقى قالها له بصراحة، قال له شوف يا ابني انا عارف انك انت لعبي وبتعرف بنات كتير وشقي، فانا يعني بنتي لسه صغيره وما اقدرش اامن ان انا اجوزها. نعم. لك. طب هل صحيح انه بعد هالموقف، بعد ما سمع هالكلام، ظهر من بيتكم يعني زعلان وغاضب، وعلى اثر ذلك تزوج الفنانه ليلى مراد؟ هو كان بيحضر فعلا للفيلم فعلا. الفيلم ما بحكي على الفيلم. ايوه. سؤالي واضح. كان بحضر الفيلم وفعلا اتجوز ليلى مراد. نعم. رفضت التمثيل معه للمرحوم انور رشدي بفيلم امير الانتقام، وذهب الدور الى السيده مديحه يسري، صحيح؟ ده صحيح فعلا. طيب رفضت تتزوجيه؟ نعم. نفهم انه بسبب كونه يعني مثل ما قال والدك يعني لعبي او الى اخره، بس ليه رفضت تمثلي؟ لا هقول لك حاجه، لانه انا ايه؟ انا عارف انه هو حبيني، خد بالك. حب بعد حقيقي بابا، يعني حسيت انه هو مغرم غرام. فلما بابا رفضه، فبالتالي وانا عارفه انه هو ايه بيحبني واتجوز ليلى مراد، فبقيت انا برفض كل الافلام اللي بتيجي معاه. يعني انا في حالي مش عايزه يعني مشاكل يعني، عارف؟ طب ليه يعني؟ فده السبب يعني، مع انه كان يعني فيلم حلو وكويس المفروض ان انا اعمله يعني. لو سمحت اتصال من المملكة العربية السعودية من تحسين طلعت. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. اتكلم بس ممكن اكلم فنان ليلى فوزي؟ اتفضل. اهلا وسهلا. طبعا انا من مصر وسعيد ان انا اتفرج على حضرتك من قناة المستقبل.
اهلا بيك. والصراحه حقيقي انت جميله قوي بجد يعني. شكرا. طب مفيش اعمال جديده منتظره العرض حاليا يعني او حاجه؟ ان شاء الله بنحضر في حاجه كويسه باذن الله، وعندي حاجتين معمولين بس لسه ما تعرضوش، هيتعرضوا قريب. عملتي، شكرا تحسين على الاتصال، عملتي سهرة تلفزيونية مع الفنانة سماح أنور، إخراج سماح أنور. أيوة. كيف وجدتي سماح كمخرجة؟ يعني نحن بنعرفها ممثلة جيدة، ولكن كمخرجة كيف وجدتي التعامل مع سماح أنور؟ ما هي الحقيقة لما كانت عيانة قعدت فترة طويلة في أمريكا وكذا، فكان كويس جدا انها فكرت انها تدرس الاخراج، وفعلا قعدت فترة طويلة ودرست الاخراج ورجعت بقى عايزة تخرج يعني. فكلمتني، اول ما كلمتني بتقول لي انا هخرج وهعمل سهرة وكده، قلت لها حبيبتي تحت امرك اي وقت ومن غير ما اشوف لا سيناريو ولا حاجة وانا هشتغل معاكي. فعلا يعني وافقت بدون اي يعني طلبات ليا، عارف يعني، حسيت انها هي فعلا انسانه كويسه ومرت في ظروف وحشه حقيقي يعني. ولكن حسيت ان إخراجياً. انا من واجبي ان انا اقف جنبها. وبعدين اكتشفت انها مخرجه كويسه فعلا يعني، عامله سهره حلوه، وهتلاقيها سهره ناعمه ولذيذه كده. بعد الاستراحة الثانية لو سمحتي ست ليلى نتابع أيضا سهرتنا الناعمة مع حضرتك. سيدة ليلى فوزي، يعني بعد انفصالك عن عزيز عثمان وبناء على طلبك، طلبتي حضرتك، ليش اكتشفتي انك اخطأتي في هذا الخيار، في خيار الزواج من رجل اكبر منك سنا؟ يعني شيء طبيعي طبعا في اول الامر، ما خدت المسألة بقول لك شغل عيال يعني، خدتها ببساطة شديدة جدا، وهو عاملني زي ما كان بابا كان بيعاملني بالظبط. نعم. يعني عارف نفس الاسلوب، العربية السواق يوصلني ويوديني ويجيبني والاستوديو مش عارف ايه، يعني عارف عمليات ايه كده. صار عندك اتنين بابا. عندي اتنين بابا. فمع الوقت طبعا الواحد بينضج وبيفوق وبيحس ان ايه اللي بيعمله ده يعني. نعم. حسيت طيب. ان انا عملت حاجة هبل يعني. طبعا نعم. يعني قلة عقل يعني، مش لا. مش مظبوط يعني. بعد انفصالك عن عزيز عثمان يعني حصل الارتباط بالمرحوم أنور وجدي، هل لا هي جت بالصدفة، هو جالي فيلم نعم في أنور وفي أنا. طيب هل انفصل المرحوم أنور وجدي عن ليلى مراد بسببك؟ هل كان بسببك كان وبسبب حبه المستمر لك؟ لا ده ما عرفوش بقى، ما انما قال يعني اما ابتدينا نشتغل الفيلم كان هو قبليها مطلق ليلى مراد. نعم. طيب شو اللي تغير حتى يعني في البدايه كان الرفض بحجه انه يعني نسوانجي، نحن بنقول لعبي. يعني بطل؟ شو اللي صار؟ لا هو اللي حصل ان انا برضو اما تقدم لي نعم برضه ما صدقتوش، ومعتبره ان الموضوع الاولاني هو موجود انه يعني لعبي وحاجات زي كده، فبقى يتكلم معايا بقى تاخد كلام هزار وضحك وكده نعم يعني باستهتار، فدي غزته قوي الحكايه دي. فقال لي طب انت يعني ممكن اعرف انت بتعامليني كده ليه، يعني ايه التصرفات الغريبه اللي بتعمليها دي، يعني انا جد
بتكلم جد وانت ماخده المسائل كلها هزار يعني. تعتقد انه كان بعده عم بحبك كل الفتره الماضيه؟ كان باقي على حبك؟ انت بتزن على الحته دي ليه بس؟ لا ما بزن ولا عم بسال انا شغلتي زن. هو ده اللي كان حاصل ما اعرفش يعني. لا. بس ف قلت له يعني اصل انت سبق انك تقدمت وانا عارفه واخده فكره عنك انك انت يعني مش ممكن هتبقى زوج مستقيم وزوج نعم. كويس ومخلص يعني انت لاعبي وحاجه زي كده. نعم. فقال لي طب ارجوكي بس اديني فرصه يعني اديني فرصه اثبت لك ان انا صادق وان انا مش بلعب يعني. ففعلا ساعة ما قال لي الجملتين دولت حسيت انه هو صادق فيهم فعلا يعني. حسيت انه حبيتيه حضرتك يعني بدلتيه الشعور؟ اه طبعا. نعم طبعا يعني لما احس انسان بيحبني بالشكل ده وفعلا كان صادق معايا. نعم. طيب هل صحيح انه كان يريد من حضرتك انك تعتزلي الفن في يعني يوم حصل الزواج؟ كان بريد اعتزالك؟ كان بفضل انك تعتزلي؟ لا هو قال لي شوفي انا هعمل لك فيلم ما حصلش انما بعد كده هتعتزلي ونعيش حياتنا يعني كان يريد ان تعتزلي. آه كان بده اياك تعتزلي. لو سمحتي رح اخذ اتصال من لبنان من ليلى. الو اهلين ليلى. مساء الخير ست ليلى. مساء النور. اهلين. نورتي. شكرا حضرتي. اهلين ست ليلى. اكيد حضرتك متابعه الافلام العالميه اكيد. يا ترى بهوليوود كنت بتتمني تقومي بدور من ادوار هوليوود او بدور اي فنانه اجنبيه كنت بتتمني تقومي بدور من ادوارها او حضرتك عندك ممنونه من كل شيء عملتي؟ شكرا يعني ليلى. شوفي انا كنت معجبه جدا بانجريد بيرمنج. كنت بحبها جدا وبحب ادوارها ونوعيات الادوار اللي كانت بتعملها وكنت بتمنى ان انا اعمل النوعيه دي حقيقي. انما ان انا يعني انا راضيه طبعا عن الادوار اللي انا عملتها واي انسان ممكن بيكون عمل ما يطلعش قوي انما في اعمال كتير عملتها انا بعتز نعم. بيها جدا. شاركتي عندك تجربه بالسينما العالميه بفيلم ايطالي يمكن ست ليلى؟ أيوه. عن كليوباترا. او شيء يعني كيف وجدتي هالتجربه وليه ما تكررت مثلا؟ كان اسمه ابن كليوباترا. نعم. كان مشترك بين مصر وبين روما. نعم. ورحنا صورناه هناك وصورنا هنا شوية في الآثار بتاعتنا. نعم. وكذا كانت تجربة حلوة جميلة. هو كان في شركة في مصر عاملة الشراكة دي وعملت كذا فيلم بالأسلوب ده يعني. نعم. قبلية أنا عملت فيلم الفريد شوقي سامية جمال. نعم. مشترك برضه يتصور مع يعني بياخدوا ممثلين مصريين وممثلين طلعينا. يعني كانت تجربة ناجحة برأيك؟ موفقة أو يعني رفع يعني عتب. المشروع ما نجحش. ما نجح يعني. نعم. ولو إن الفيلم ابن كليوباترا طلع مش وحش. نعم. يعني كان كويس انما اللي كانوا بينتجوا نوعيه الافلام دي ما نعم. استمروش. نعم. وهو ما تعرضش في مصر كمان. بالعوده للحديث عن المرحوم انور وجدي ست ليلى، يعني بعد زواجكم بتسع اشهر فقط حصلت وفاته واثناء وجودكم في السويد بفتره يعني اجازه او نقاهه او للعلاج، يعني كيف انعكس عليك الامر ان يتوفى الزوج وزوج مثل انور وجدي يعني الوسيم وساحر النساء والفنان القدير بعد تسعه اشهر على الزواج، كيف تلقيتي هالصدمه انذاك؟ يعني ما فيش شك انها كانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة لي وخصوصا انور قد كده كان كويس معايا. نعم. وكان مش عارف يعمل لي ايه عشان يسعدني يعني. ما كان بخيل مثل ما يشاع يعني وعلى ذمة المغرضين مش على ذمتي.
انا يعني ما شفتش البخل ده في انور، بالعكس. نعم. يعني بقول لك ما كانش مش عارف يعمل لي ايه عشان يسعدني. نعم. اشترى لك سياره جديده وشقه جديده وهيك. اشترى لي سياره جديده وقال لي ما تركبيش سياره قديمه وما تقعديش في بيت قديم، واشترى لي فيلا. للاسف ان الفيلا ما خلصتش، مات هو والفيلا ما كانتش خلصت. نعم. وبعدين مات على ايدي في السويد وانا بطولي لوحدي، رجعت في الطيارة انا فوق وهو تحت. يعني كانت بالنسبة لي يعني صدمة، مأساة، صدمة فظيعة جدا، وخصوصا اني حسيت انه فعلا بيحبني وانه فعلا عايز يسعدني، وفعلا كنت سعيدة معاه الكام شهر اللي احنا عشناهم مع بعض. يعني خدني عملنا شهر عسل 4 أشهر في أوروبا، وأنا لما اتجوزت ما كنتش عارفة أنه عيان. نعم. هو المرض غريب شوي اللي توفى فيه، مرض البعض يقول سرطان، البعض الأغلبية فاهمين أنه سرطان. نعم. هو مش سرطان، هو مرض في الكلى. نعم. بيطلع هو حتى اسمه لارين بوش ستيك. حاجة زي بوش كده بتطلع على الكلى من فوق وبتلم صديد. والمرض ده ما بيبانش إلا بعد الواحد ما يكبر. مش وإن هو صغير. هو يمكن حتى شقيقاته توفوا بنفس الطريقة. أبوه مات بنفس المرض. وكل إخواته البنات ماتوا بنفس المرض. مرض وراثي يعني ينتقل. يعني وراثي كان غريب فعلا يعني. بس ذكريات مؤلمة، ولكن يعني هي جزء من تجربتك وجزء من ذاكرتك. ست ليلى، أنا عدت بعديها 3 سنين ما كنتش بشتغل، ما كنتش بخرج، ما كنتش بشوف حد، ويعني فعلا مريت في ظروف. يعني شوف إنسانة بقى يعني بعد التجارب دي كلها في حياتها، يعني تحسي انه حياتك، حسيت ان بقى انسان حبيته وحبني وحنعيش عيشة سعيدة. وكنت على استعداد ان تعتزلي الفن لاجله؟ كان عندك استعداد؟ طبعا اكيد. كان حياتك ربما اخذت مجرى اخر مختلف لو كتبت له الحياة. ده صحيح. على كل حال اسمحي لي اخذ اتصال من الدكتور إيلي حداد اللي هو طبيبك وطبيب الموسيقار عبد الوهاب الله يرحمه. الو، مساء الخير. اهلا دكتور حداد، يخليك على هالبرنامج. الله يخليك. مبسوطين كثير انه جبت لنا ست ليلى على البرنامج. ونحن مبسوطين انه ست ليلى جابت لنا اتصالك على البرنامج. تفضل. ست ليلى سلامي. اهلا بك يا دكتور، شكرا على اتصالك. نحن النهارده حديثنا عنك. شكرا. هلا عن شيكتك الحلوه، يعني مبينه كثير كيف حلوه مثل العاده. شكرا شكرا يا دكتور، وانا سعيده بالمكالمه دي. عم بتقولي انه صعب كثير انه كنت تحبي انسان، نحن كلنا بنحبك. الله يخليك. ما تفكري انه بعد سنين كلها رح ننساكي. الله يخليك. وان شاء الله تطول الاقامه عندنا هون بلبنان، وما دام انا كمان بتنبسط فيه. شكرا شكرا، الف شكر يا دكتور. شكرا لدكتور حداد على اتصاله. سؤالي الاخير عن المرحوم انور وجدي، ما بدي يعني فتح المواجع، ولكن هل ورثتي يعني ما اشتراه لك؟ معلوماتي بتقول انك ما ورثتي يعني الاشياء اللي كانت مفترض انها لك. لماذا رفضتي حضرتك، ولا حصل مشاكل، ولا شو اللي صار؟ والله هو حصل مشاكل، يعني ما فيش داعي ليها بقى. لانه بتعرفي ست ليلى، يعني الامور اللي متعلقه بفنان مثل انور وجدي، يعني هي قيمتها مش بس ماديه، يعني نقول هالسياره اللي اشتريت لك في زواجكم يعني لها يعني صار قيمتها معنويه ورمزيه كمان، انها ارتبطت باسم فنانين كبيرين وهيك، فوين صارت مثلا؟ العربيه اللي كان طالبها جت وهو في المستشفى، والفيلا اللي كان بتتعمل الديكور بتاعها ما كانتش خلصت، فكل ده راح. يعني راح لوين؟ لمين؟ راح لحاله بقى. راح لحاله. تكرم عينك، يعني ما حابة تحكي، راح نتوقف مع استراحة سريعة ثم نعاود هذا الحوار.
يسعد لي مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا بلشتوا تتابعوا معنا حلقه الليله من وكبرنا. ست ليلى فوزي، يعني زواجك الثالث والأخير والأنجح واللي استمر يعني لوقت طويل كان من مذيع الأول في مصر المرحوم جلال معوض ودام 38 سنة حتى وفاته، كيف استمر هذا الزواج كل هذا الوقت رغم أنه رحمه الله كان غيور جدا عليك كما هو معروف؟ كيف داريتي هالغيرة ويعني كيف داريتي أن لا تؤثر هذه الغيرة أيضا على نتاجك ونشاطك الفني؟ أنا هقول لك، يعني أنا من النوع اللي بحس إنه الزواج لازم يعني الواحد يحافظ عليه، يحافظ على الإنسان اللي هو بيحبه، وبعدين الإنسان اللي معايا كان بيحبني، فأنا يعني من النوع اللي أحب قوي أحافظ على بيتي. يعني أنا الحتة دي جلال فعلا كان غيور جدا، يعني مثلا نبقى راكبين عربية ماشيين حد يقول ليلى فوزي وأنا ما عملتش حاجة، يعني أنا ما فيش يحصل عكننة ونروح البيت زعلانين ونتخانق وعلى طول بقى باستمرار كده. وبعدين طول ما بشتغل كمان برضو هو يعني هو مش طايق الحكاية دي، يعني مش قادر يتحملها. نعم. فكانت بالنسبة لي مؤلمة جدا. يعني طيب، أنا هل كانت غيرة فنية ست ليلى، يعني غيرة شخص مشهور من شخص آخر مشهور، أم غيرة الرجل على زوج؟ غيرة الرجل. نعم. طبعا هو مش ناقصه شهرة ونجومية. لا بالعكس، ده جلال اشتهر وهو صغير جدا حقيقي. نعم. يعني كان عنده 21 سنة وهو تخليتي عن المسرح لأجله، يعني تجربتك الفنية الطويلة العريضة فيها تلفزيون وفيها السينما وفيها الإذاعة ولكن ليس فيها المسرح، هل كان بسبب يعني غيرة؟ بسبب زواجي من جلال فعلا، لأنه تعرض علي حاجات كتير جدا. نعم. وحاجات كويسة فعلا ولها قيمة يعني، وتعرضت بعد كده ونجحت جدا، يعني من غير ما أقول أسامي. مثل مثلا يعني انت عارف بتطلع الساعة 3 بالليل احيانا 4، فيقول لي ايه، طب يعني انت تفتكري ان ده شيء طبيعي ان زوج يتحمل ان مراته تيجي من بره الساعة 3 بالليل وانا قاعد حاطط ايدي مستني مراتي ترجع؟ يعني ده معقول يعني مثلا؟ طب لو العكس معقول؟ لو كان العكس مثلا، يعني انه معقول مثلا لو ست تفضل يعني قاعدة ناطرة زوجها لثلاثة أربعة الصبح؟ لا يعني انا بقول لك عشان انا بحب بيتي يعني. نعم. يعني بحب الاسره، مستعد تضحي، فكنت بحس ان كلامه ده هو عنده حق فيه. نعم. يعني هو كرجل ما يحس ان مراته قاعده بتشتغل بتمثل والناس بتتفرج عليها وداخله البيت الساعه 3 بالليل او 4، يعني حسيت باحساسه يعني. نعم. يعني حسيت ان انا لازم اعمل كده. هل اثر على مسيرتك الفنيه زواجك؟ طبعا اثر، طبعا اثر، طبعاً أثر سلبا. غيرته اللي كانت زياده عن اللزوم خلتني يا اما كنت اسيبه واتجه للفن تماما، يا اما ادور على حاجه بحيث انها ايه تمشي حياتنا ما بيبقاش فيه ازعاج كده. نعم. فقلت ايه، يعني انا بحب شغلي، فقلت مش هقدر ابطل، قلت اخفف شغلي شويه. فطبعا نتيجه ان انا اخفف شغلي دي اذتني مش شك. نعم. يعني كان ممكن انا يعني في شغلي كان ممكن اكون احسن. نعم. من كده. حاسب يعني الندم؟ ندماني؟ ندمانه بالنسبه لشغلي. نعم. مش بالنسبه لحياتي معاه، يعني بالعكس انا عشت حياه سعيده معاه واحنا عشنا معاه يعني عمر طويل يعني حقيقي. لو سمحت رح اخذ اتصال من اكرم السعيدي من لبنان. الو. الو. مساء الخير. مساء الخير استاذ زاهي. مساء الخير ليلى. مساء النور، اهلا بيك. ازيك؟
الحمد لله. احنا شفناكي من مده طويله بميزون صابرينا بمصر وبعدك لسه ما تغيرت ابدا من 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 هذاك الوقت لحتى الان وبعدك بنفس الصوره بنفس الهيئه. شكرا شكرا الف شكر. ونحن كثير منهنيكي على على ونقدرك على التمثيل الرائع اللي بتقومي فيه من هذاك الوقت لهلا. الله يخليك الله يخليك. شكرا شكرا على اتصالك. شكرا الف شكر. ست ليلى، علاقه مرحوم جلال معوض بالرئيس جمال عبد الناصر كانت علاقه طيبه جدا وحميمه وبدون كلفه. هل يعني حضرتك التقيتي بالرئيس عبد الناصر؟ لا، التقيت بي في حفلة. نعم. مش بشكل شخصي بزيارة. لا أو لا. طيب لا. لأنه هو كان بيقعد معاهم. نعم. مع المجموعة كلها. طيب تأثرتي بأفكاره المصرية لزوجك؟ تأثرتي بأفكاره؟ لا، مش هكاية تأثرت. يعني يعني هقول لك ايه، يعني ما فيش شك ان الثوره وجمال عبد الناصر بالذات عمل اعمال مجيده لمصر، ما فيش شك، دي ما حدش يقدر ينكرها. ويكفي انها كانت ثوره بيضاء ما فيهاش دم. نعم. وعمل اعمال فعلا كويسه، وبما انه يعني حاجة جديدة عليهم وثورة وبتاع، فكان في أخطاء طبعا. نعم. من ناس حواليه، من يعني ده كان شيء طبيعي يعني. الرئيس الراحل أنور، إنما ده مش معنى حاجة، معناه إنه في الآخر زي ما بعض الناس بتقول إنه حاجة فاشلة ومش عارف. نعم. إيه وبتاع، لا يعني الراجل حقيقة له أمجاد عملها فعلا لمصر. نعم. الرئيس الراحل أنور السادات انتقم من جلال معوض أم يعني الوشايات لعبت دورة، ويعني حين أخرجوا من عمله الإذاعي؟ هي للأسف الوشايات يعني. نعم. دايما لما بيبقى فيه إنسان ناجح، وجلال طبعا كان ناجح جدا في شغله، فكان في غيرة من. نعم. المذيعين، من الناس اللي حواليه كلهم، لأن هو الإنسان اللي كان المفضل، هو اللي كان بيروح لعبد الناصر بيقدم له بيقدمه بأثناء الخطابات في أعداد أنتيم يعني. نعم. مش والوحيد اللي يدخل عليه هو، وكل الناس عارفة علاقته بيه يعني. فدي كانت عاملة له غيرة فظيعة يعني، كانوا كلهم بيغيروا منه. نعم. فلما مات عبد الناصر، جلال كان طبعا كان بيحب جمال عبد الناصر جدا، بعد ما مات قال لي انا كنت بحس بان انا بحبه اكتر من ابويا يعني. يعني انا بيقول لي انا ما عيطتش على ابويا قد ما عيطت على عبد الناصر، يعني قد كده كان بحبه جدا. فلما مات ما قدرش على طول يروح يقدم انور السادات، وهو عارف كويس انور السادات يعني. يعني بعد ما مات جمال عبد الناصر عملوا مبايعة لانور السادات. نعم. في سراية عبدين، وكل المذيعين وكل اللي بتوع الإذاعة راحوا هناك بيعوه. نعم. وسلم عليهم كلهم، وجاء عند جلال قال له شد حيلك يا جلال، وعادي جدا. وكان سبق قبل كده. نعم. اتقابلوا في السجن يعني، هو كان مسجون وجلال كان مسجون، الزنزاني جنب الزنزاني. يعني جلال كان مسجون لانه كان نزل صورة في الجامعة، نزل صورة فاروق وداس عليها برجليه فاتحبس، واياميها كان انور السادات محبوس برضه، فعارفه كويس يعني. فبقوا يوصلوا له ان جلال مش عايز يروح يقدمك، يقول مين ده اللي انا اروح اقدمه بعد جمال عبد الناصر، حاجات من نوع ده. لا. فهو كان بيسمع وبيسكت، ما كانش بيتصرف اي تصرف. جاء بعد فتره طويله جدا بدا جلال يبقى كويس، قدر يعني ان هو يقعد، لان بيروح هيروح يقدمه على نفس الكرسي ونفس الترابيزه اللي هو قاعد، كان بيبقوا قاعدين قصاد بعض كده. نعم. هو عبد الناصر، هو عبد الناصر، فكانت صعبه عليه. صعبه عليه فهدي، وابتدى ايه يوم بقى هيروح يقدم انور السادات، فراح وقعد قدامه كده. هذا قبل ما يروح السادات على قبل كام ديفيد. نعم.
قالوا خلاص يعني هنبقى على الهوا وكده. فجأة لقى المهندس من بعيد بيشاور له ان الميكروفون بتاعه بايظ، وكان التلفزيون فتح عليه على أنور السادات، على السادات. على السادات. فهيعمل ايه جلال؟ ما فيش حل قدامه. فراح عمل له بايده كده عشان يتكلم هو. فالعملة دي خلته يقتنع بانه هو فعلا اللي كان بيقول عليه الكلام ده. شعر انه رافض يقدمه يعني. امر انه يتشال تماما. نعم. اللي حصل انه جلال كان المفروض يروح ويشرح موقفه. ويشرح موقفه، ولو ان ده بيتكتب في الاوراق في الاذاعه انه حصل كذا وكذا وكذا، وعشان كده ما قدمش جلال معوض يعني. ده مكتوب في اوراق. فجلال طبعا اتضايق جدا انه ما عملش حاجه، ولقى نفسه بره وتحقيق وبتاع وعمليات مزعجه كده. نعم. فقعدوا الناس يقولوا له اصحابه روح اعتذر او روح اشرح موقفك لانور السادات وبتاع. فقال انا هعتذر عن ايه؟ انا ما عملتش حاجه يعني. هو حس بالاهانه بالفظاعه اللي حصلت وبس، هو ده اللي حصل مش اكتر من كده يعني. لو سمحتي لي باخد اتصال من السعوديه وبرجع بكفي بنفس الموضوع. خالد الشعلان. الو. الو. مساء الخير. مساء الخير. اهلا اخ خالد، تفضل. الحمد لله على السلامة ونورت الشاشة. الله يسلمك، تفضل. وشاكرين لك، شكر لك أولا في استضافتك للعملاقة والأنيقة والمبهرة الفنانة القديرة اللي كنا نطالب فيها في كل حلقة، الفنانة القديرة ليلى فوزي. أنا عندي سؤال للأستاذة ليلى فوزي. كان هناك استضافة من الأستاذ زاهي للفنانة مريم فخر الدين. نعم. وكان لها رأي حول لقب سيدة الشاشة العربية بالنسبة لفاتن حمامة، وكانت متأزمة لهذا اللقب ومعترضة على هذا اللقب بحكم انت من جيل الفنانة مازدة وندرستم والفنانة فاتن حمامة. اتمنى رأيك في هذا الشق بالنسبة للألقاب خصوصا للفنانة فاتن حمامة. نعم. والشق الثاني، انا اعتقد الأزمة الحالية في السينما المصرية أزمة نصوص وليست فنانين. يعني بمعنى اذا كانت هناك نصوص ستجعل الفنانة ليلى فوزي او فنانه بحجم محسنه توفيق او فنانه بحجم الفنانه القديره فاتن حمامة نجوم شباك، انا اعتقد بالفعل ستنتهي ازمه السينما المصريه. شكرا. واخر سؤالي، اتمنى ذكرياتك مع الفنانه فايده احمد في فيلم كان من بطولتك والاستاذ محمد فوزي. اتمنى يعني مشدد على ذكرياتك مع الفنانه فايده احمد. شكرا للاخ خالد الشعلان. انا اقول لك على فايزه احمد، كانت اول مره تطلع معانا في ليلى بنت الشاطئ اللي هو انا ومحمد فوزي كنا فيه، وكانت ملخومه جدا ومش عارفه تعمل ايه ومش عارفه تمثل ولا حاجه. وطبعا هي صوت جميل كان جدا، وما زال فعلا بنستمتع بيه وبنسمعه. انما طبعا ما عندهاش خبره بالنسبه للتمثيل ولا حاجه، فكنت بحاول ان انا اساعدها وافهمها لازم تبص ازاي وتتحرك ازاي وتعمل ايه، وكنت بحاول اخليها شعرها يتعمل حلو مثلا او مكياجها يبقى كويس او كده يبقى احلى وكده يبقى احسن. فده شيء طبيعي ان كل فنان بيساعد الفنان اللي هو بيبقى لسه جديد وبيبقى الواحد عايز انه يبقى كويس يعني. نعم. والحمد لله طلعت كويسه في الفيلم. لقب سيده الشاشه العربيه للسيده القديره فاتن حمامه وموقف الفنانه مريم فخر الدين من هالموضوع، شو رايك فيه؟ والله انا ما اعرفش، كل واحد له راي يعني. نعم. انا ما يعني ما يعني كل واحد حر. وبعدين الالقاب دي الصحافه هم اللي بيدوها. نعم. يعني مفيش واحد بيدي لقب لنفسه يعني. حضرتك حملتي لقب جميله الجميلات وحملتي الالقاب كثيره في السينما المصريه و... نعم. ماليش ذنب فيها يعني. نفسي بيقولوا لي كده يعني لغايه النهارده مش في الشارع انه عليا جميله الجميلات يعني، انا ماليش ذنب فيه. نعم. امل مرون من لبنان. الو. هاي. كيفك داهي؟ ماشي الحال.
بدي اتشكرك كثير 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 لهالبرنامج الحلو والسيء. ميرسي امل، كل جزء ولاحتضانتك الفنانه المحبوبه على قلوبنا كلياتنا. اسم الله عنك منوره الشاشه يا ست ليلى. اهلا بيكي. اهلا فيك بلبنان بلدك الثاني. شكرا يا حبيبتي، احنا دايما طول عمرنا عارفين ان دي بلدنا، يعني مصر ولبنان واحد كله. اكيد. ست ليلى، سؤالي لك بيتعلق بالفنانه صباح، حابه اسالك اذا مثلتي معها بشي فيلم؟ طبعا. وشو كان اسمه؟ وشو رايك بالفنانه صباح؟ نعم. يا سلام، ورايي انا بس اللي ناقص. صباح فنانه عظيمه وكبيره وصوت جميل وإنسانة دمها خفيف وعندها قبول فظيع حقيقي يعني، وأنا بحبها جدا وبحب صداقتها وإحنا أصدقاء طول عمرنا. واشتغلتوا سوا؟ واشتغلنا سوا، اشتغلنا سوا في فيلم اسمه اللي كان مع ليلى، مع اسمها ايجي، كان صباح وكان فريد شوقي وانور وانا. خطف مراتي. خطف مراتي. نعم. على كل حال لازم الفت نظر مشاهدينا. انا بشكرك قوي على المحادثه اللطيفه دي. نعم. انه الفنان الكبير السيده صباح هي ضيفه خليك بالبيت الاسبوع المقبل وبحلقه تكريميه، لانه نحن سبق واستضفنا السيده صباح واستعرضنا سيرتها، ولكن هذه المره يعني تقديرا لمشوارها الفني الكبير رح يكون لنا لقاء تكريمي الاسبوع المقبل مع السيده صباح. بدي اختم الحديث عن المرحوم جلال معوض بسؤال، انه الرئيس مبارك حاول ان يعيده الى العمل. فعلا بعد وفاه الرئيس السادات. وعاد واشتغل. عاد اشتغل فتره لكن ما استمرش بقى. نعم. يعني 38 سنة زواج ست ليلى ولم تنجبوا أولاد، وهيك هل تشعري بالندم أو بالأسى أنه يعني حتة الأمومة اللي موجودة في كل امرأة أو سيدة؟ يعني لا، ما يعني عمري ما حسيت بالندم يعني، وحتة الأمومة دي موجودة جوايا يعني، بتطلع معايا في شغلي، بتطلع مع أولاد إخواتي، مع قرايبي يعني. عمري ما حسيت ان عندي نقص في الحته دي حقيقي. نعم. هل صحيح انه يعني السبب هو انه حضرتك في البدايه ما كنتي بتحبي يعني انه تنجبي واستعملتي يعني حبوب منع؟ هو فعلا انا يعني في الاول حياتي كنت مش متخيله الحكايه يعني. نعم. ازاي بقى بطني تبقى كده ومنظري. نعم. مش عارف يبقى ايه يعني وبتاع. كان بهمك الرشاقه والجمال. رشاقه رشاقه يعني الجمال ده ما كانش عمره في ذهني. نعم. يعني الرشاقة والشغل وحيقطعطلني عن الشغل ومش عارف ايه وبتاع يعني. لو سمحت رح اخذ اتصال من الاردن من فايزة برهان. الو الو اخت فايزة برهان على الهواء، حضرتك اذا عم تسمعينا. مش عم تسمعنا فايزة، رح نتوقف مشاهدينا مع استراحة سريعة ثم نتابع هذا الحوار. ست ليلى، انا قلت لك سؤال اخير عن المرحوم جلال معوض بس تذكرت شغلي. هل صحيح انه حضرتك بتحطي صوته حتى اليوم؟ بعدك بتحطي صوت المرحوم جلال معوض على الجهاز التسجيل بالتليفون؟ يعني لما حدا بيطلبك اذا ما رديتي بيرد عليه صوت جلال معوض؟ كان لا اكتشال يعني، هو اتمسح من نفسه الحقيقة. نعم. التسجيل باظ فاتمسح من نفسه. نعم. بس تركتيه فترة طويلة بعد بعد وفاته. ليش كوفاء يعني او لا يعني؟ طب كنت هشيله ليه يعني؟ مش انا مش عم اقول شيلي، عم بسأل
عم بسأل بس. تالا اللي بعرفه أنه يعني من صديقاتك ومن اللي بتزوريهم دائما الفنانة المعتزلة شادية، يعني المطربة الكبيرة أيضا قبل الاعتزال، شو أخبارها شادية؟ شادية أخبارها كويسة يعني. يعني هي تحجبت. نعم. شيء هي اقتنعت به بينها وبين نفسها وعملته بطريقة طبيعية جدا، ما فيهوش انفعال. نعم. وما زالت بتعتز بأنها عملت أعمال جيدة وبتتفرج برضو على أعمالها وما بتقولش ان انا عملت حاجة وحشة او بتاع يعني. نعم. ما بتعتبر انها تابت يعني. لا لا، هي يعني معتزة بالاعمال اللي عملتها، مش شايفة. نعم. ان هي عملت حاجة غلط. نعم. يعني لانه ظاهرة الندم والتوبة ويعني اعلان البراءة من الماضي، يعني ظاهرة شائعة في وسط بعض الفنانات اللي معتزلات. هل لا ينطبق هذا الامر على السيده شاديه اللي عم تقولي لنا اياه؟ شاديه انا بقول لك هي يعني اتحجبت. نعم. بطريقه طبيعيه جدا، شيء اقتنعت به هي من جواها. نعم. وعملت ونفذته. نعم. وبتنفذه ببساطه شديده جدا، وبنتكلم وبنسال عليها وبنطمن عليها وبنشوفها احيانا، يعني عايشه حياه طبيعيه. ما بتقولش انا كنت بعمل حاجه وحشه وانا تبت عنها وانا مش عارف ايه. نعم. يعني شو رايك بظاهره التحجب واعتزال الفنانات، يعني حتى الجيل الجديد بدات هذه الظاهره؟ والله شوف، يعني كل واحد حر في نفسه يعني. نعم. ده شيء ما نقدرش احنا نتدخل فيه. لو سمحتي راح اخذ اتصال من سوريا من زياد قوتلي. الو 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 اخ زياد قوتلي من سوريا، مش عم يسمعنا كمان او في مشكله بالتليفونات. ست ليلى، ببداياتك يعني بالعوده للحديث عن تجربتك الفنيه بشكل خاص، كنت الفتاه الجميله الرومانسيه وكانت هالادوار يعني تاخذي معظم الادوار بهالاطار، ثم بمرحله لاحقه ادوار الجميله الشريره او ادوار يعني الجمال الشرير. هل بتظني انه يعني جمالك اثرك الى حد ما في نمطيه معينه او في ادوار معينه؟ لا ابدا، يمكن هو في الفتره الاولانيه. نعم. استغلوا يعني ان انا جميله، لكن بعد كده انا نوعت في ادواري كلها. يعني تعتقد يعني انك كسرتي النمطية؟ يعني انا مثلا ادوار الفيلن اللي انا عملتها فنانات كتير جدا بيرفضوا يعملوها، ادوار شر. الشر بيقول لك الناس هتكرهني، الجمهور هيكرهني. عملتي دور جاسوسة في فيلم بورسعيد، مش هيك؟ جاسوسة في بورسعيد، وعملت ضربة شمس، فيلم ضربة لا شمس مع نور الشريف اخراج محمد خان. كنت فظيعة جدا ده. نعم. كنت مجرد ما بطلع على الشاشة الناس حاسين ان انا هخنق حد، هموت حد، يعني كان دور فظيع. وبعدين من غير ولا كلمة، ما كنتش كلمتش ولا كلمة في الفيلم. نعم. بتحسي انه هالادوار يعني اثرت على شعبيتك او على جماهيريتك؟ لا 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 لا، بالعكس. نعم. الادوار طب ليه بيرفضوها؟ ليه بيرفضوها يعني الممثلين والممثلين؟ يعني بيخافوا هم، كل واحد له وجهة نظر يعني. نعم. يعني والدليل على كده انا هقول لك حاجة، يعني فريد شوقي ومحمود المليجي. نعم. كانوا اتنين طيبين جدا، كانوا. نعم. كانوا في منتهى الجمال فعلا، وكانوا بيعملوا ادوار شر فظيعة جدا، وكان الجمهور بيحبهم جدا. صح. انا نفسي بالتجربة. نعم. يعني كنت بقعد في الصالة، الناس بتبقى منفعلة مع الفيلم بفظاعة، وممكن يشتموني وحاجات زي كده وبتاع، وبعدين النور بيولع، بيشوفوا ليلى فوزي بيحبوها وبيحيوها وبييجوا يكلموها وبتاع، هي الفنانه اللي هم بيحبوها، انما هم فاهمين وعارفين ان ده تمثيل، ده دور بأديه انا. يعني انا لو انا
يعني ما كرهنيش الجمهور وهو بيتفرج عليا ابقى انا فشلت. هل لازم اتكره وانا بمثل؟ لانه بتكون عم بتجيب الدور تمام، والا اكون فشلت ما وصلتلوش. طيب ست ليلى، هل مثلتي مثلا دور الفتاه الشعبيه البسيطه الفلاحه الغلبانه بنت البلد؟ عملت فيلم كده مع حسن امام. فيلم واحد يعني فيلم واحد مش هل ملامحك يعني ما بتساعدك على تأدية هيك دور؟ يعني والله ليه ضليتي بعيدة عن هالنوع من الأدوار؟ بالعكس، الفيلم ده اتعرض في التلفزيون كتير جدا والناس شافته وكان حلو. يعني كنت يعني حتى موضوع كان فريد شوقي اعتدى عليا وخلفت منه، بقيت ماشيه حافيه في الشارع ومطره بتمطر عليا ومبهدله واخر بهدله وكده. نعم. انما انا مره بقول للمخرج اكلتي نزلت برد بعد هالفيلم بعتقد. صح؟ صحيح. لانه كان جايب بابور الحريقه ده بالخراطيم. نعم. مطر صناعي من فوق، مطر صناعي. فكان فظيع وكان شتاء. المهم، فانا مره بقول للمخرج نفس الحكايه، بقول له يعني انا عايز اغير يعني على طول الامبراطوره والبرنسيسة والبنت زوات والملكه ومش عارف ايه، اعمل دور فيه كده بنت يعني بسيطه وبنت بلد وكده. قال لي ليه عشان ايه؟ يعني انت بتعملي تيب بتاعك بيدي ادوار معينه جميله، وبعدين احنا ما عندناش ناس كتير يأدوا الادوار اللي انت بتأديها دي. الادوار التانيه دي في ناس كتير بيأدوها. يعني رد عليا اقنعني. قال لي انت شكلك بيدي الملكه وبيدي البرنسيسة والامبراطوره وبتاع. شو كل ساعه بنلاقي ملكه يعني صعب مش هيك. منتهى حسن من بيروت، الو. مساء النور، اهلا وسهلا. الحمد لله، تفضلي. انا بهنيك على هالبرنامج الحلو. العفو، الهنا. استضافتك الفنانه ست ليلى فوز. نعم. مساء الخير ست ليلى. مساء النور، اهلا بيكي حبيبتي. صحتك. منوره لبنان ست ليلى. شكرا، منوره بيكي. افندم، ان شاء الله بتضلك بهالنجاح وبهالقمه وبهالجمال. الله يخليكي ست ليلى. الي عند حضرتك سؤال افندم. لو عرضوا عليكي فيلم او عمل وطني، مثلا عن انتفاضه بفلسطين او عن تحرير جنوب لبنان، هل يا ترى بتقومي بهالعمل؟ طبعا طبعا، واسعد بيه جدا وافرح ان انا اعمل عمل زي ده اشارك فيه حقيقي، لانه فعلا بحسك انه بعدك فيكي تعطي 40 50 سنه لقدام. الله يخليك. بهالجمال وبهال الاخلاق الرفيعه وبهالاداء الحسن. الله يخليك. وانا معجبه كثير بافلامك. شكرا يا حبيبتي. كنا معجبين بالبيت ومنوره كل شاشه وكل بيت ست ليلى. الله يخليك. لانك ما جيتي حضرتك على لبنان وزرتينا. شكرا لك يا حبيبتي، ألف شكر وعلى كلامك الحلو. وأنا اللي سعيدة اللي جيت لبنان فعلا. هالجمال اللي عم تحكي عنه منتهى وهالملامح الأرستقراطية ست ليلى ممكن تعطي أحيانا انطباع يعني سلبي شوي، يعني انطباع بأنه صاحبة هذه الملامح ممكن تكون متعالية مغرورة شايفة حالها شوي. هل انت شايفني شايفه حالي كده وانا قاعده؟ لا ابدا، بس عم اقول ممكن تعطي هالانطباع يعني. لا يعني ما اعرفش، انا بحسش ان انا. نعم. طيب، هل استخدمتي ملامحك الارستقراطيه بلحظه من اللحظات يعني كسلاح، ك يعني وسيله من وسائل الحمايه؟ يعني بتعرفي هالملامح بتخلي الاخرين شوي حذرين، يعني مش سهل الواحد ياخذ ويعطي مع شخص عنده هيك ملامح ارستقراطية شوي او نوع من الترفع والحذر. لا، هي يعني يمكن الواحد بيبقى اصغر من كده، بيبقى حريص ان هو يعمل حاجز شوية. ليه؟ وهو صغير يعني. عارف، خايفة على حالك، على يعني عارف برضو. خليني اتكلم، انا ما بحبش اتكلم عن نفسي. لا، هو يعني هون ماشي الحال مبرر، لانه طبيعه البرنامج ست ليلى انه الضيف يتكلم عن نفسه ويحكي تجربته بالحياه. يعني انا
يعني قد كده اما كان الناس بتقعد تبص لي وتيجي وتتكلمني وبتاع. نعم. كان عندي كتير معجبين ومحبين ويقعوا يعني بغرامي في الشارع في البيت في هنا وهنا في كل مكان يعني. نعم. فبيبقى احراج يعني لازم تعمل شيء بحيث ان انت يعني زي ما تقول يخافوا منك شوي يحسبوا لك حساب تعمل حاجة شوية تدي. نعم. شوية ايه طيب كثرة المعجبين والمحبين والمغرمين ما خلقت لك نوع من يعني انه تكبر راسك شوي؟ لا 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 عمري بالعكس يعني بالعكس هو الواحد الفنان عايش بمعجبين. انا ما عم بحكي على المعجبين يعني بالفن اللي معجبين بالجمال وبالانوثي وبالعينين و ان انا اتغر يعني؟ لا, لا عمري ما اتغريت. لا. يعني يعني ما اعرفش كان عندي ثقة في نفسي دايما يعني. لا. وثقة في نفسي قوية جدا بحيث ان انا حاسة ان انا ممكن بالرغم كل ده انا اقدر احمي نفسي كويس. لا. يعني رح ياخد اتصال من المملكة العربية السعودية من ابو ريهام. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل اخ ابو ريهام. مساء الخير علي. مساء النور، اهلا وسهلا، تفضل. احييك يا استاذ زاهي واحيي ضيفتك الجميلة الفنانة ليلى فوزي. شكرا. شكرا. وعندي سؤال ورجاء. تفضل. السؤال الأول، ما هي علاقة العلاقة الحميمة التي تذكرها الفنان ليلى فوزي بالفنانة شادية؟ نعم. والرجاء الثاني، إني أتمنى أقول للفنانة ليلى فوزي أسألك بالله ثلاث مرات أن لا تخرجي من هذا الاستديو إلا وأنت محجبة، فما فات من الوقت ليس مثل ما بقي، فاتقي الله في نفسك وخاف الله. شكرا أبو ريهام، شكرا على اتصالك وعلى سؤالك وعلى موعظتك الحسني، وأهلا وسهلا بك. يعني عم أحكي علاقتك الحميمة مع السيدة شادية. اظن انا قلت، ما اعرفش انت حضرتك سمعت ولا لا، قلت ان احنا يعني بنطمن عليها وبتطمن علينا وبنتصل بيها وهي كويسه وبصحه كويسه. نعم. وعايشه ومبسوطه بحياتها اللي هي عايشاها. نعم. مساله الحجاب يعني مساله تعود اليك وتخصك يعني بينك وبين ربك، لن نتدخل فيها، ونشكره على اتصاله بكل الحالات. ست ليلى، قدمتي أدوار إغراء في السينما، ولكن كانت أدوار إغراء راقية ما فيها يعني مشاهد، ما فيها ابتذال، ما فيها إسفاف، ما فيها. هل يعني يمكن للإغراء أن يكون يعني على قدر من الرقي ومن الرفعة؟ طبعا ما فيش شك. يعني كيف هو الإغراء؟ لا. مش معنى الإغراء إن لازم الواحد يتعرى وكده، لا. يعني ممكن إغراء بتبقى بحركة إيد، بحركة وش. لا. بابتسامة مثلا، بأي حركة من غير ما يبقى فيها ابتذال. يعني هل فينا نعتبر أنه شخصية فيرجينيا في جميلة الجميلات في فيلم صلاح الدين هي يعني من أقوى أدوارك ومن أقوى الشخصيات اللي أديتيها؟ يعني هو دور طبعا. لا. انا بعتقد بيجتمع فيه جمال يعني الجمال الشرير او الجمال والشر بشخصيه واحده. ما هي كانت شريره، كانت جميله وشريره ومستغله جمالها بحيث انها بتوقع الناس الملوك. نعم. وبتشاغل العرب برضو. نعم. فكانت بتوصل لاغراضها بالاسلوب ده يعني. نعم. رح اخذ اتصال لو سمحتي قبل ما اشوف مشاهد من فيلم صلاح الدين. اخذ اتصال من مخيل حكيم من لبنان. الو. الو مساء الخير. مساء النور، اهلا اخ مخيل، تفضل. كيف استاذ زاهي؟ الحمد لله. مرحبا بالست ليلى فوزي. اهلا بيك. بدي اسال انه حدا قال شي مره مثل ما هي بهالصوره انه بتشبه الاميره ديانا. تشبه الليدي ديانا. بنتامل تشريفها تطلع تزور جنوب لبنان. شكرا لمخيل. شكرا، متشكرة قوي. هل حدا قال لك قبل انه في شبه مع الليدي ديانا؟ عم يسألك.
لا. لا. واتمنى عليك زيارة جنوب لبنان. خلينا نشوف لو سمحتي مشهد من فيلم صلاح الدين. ست ليلى، يعني هالفيلم وصلتوا فيه إلى الصين والاتحاد السوفيتي السابق وإلى كثير من بلدان العالم، حتى أنه رئيس وزراء الصين آنذاك يعني دعاكم لعرض الفيلم ولزيارة الصين وذهبتم إلى الصين. آه فعلا رحنا حضرنا في الصين وكانت الحقيقة رحلة جميلة وسعدت أن أنا رحت أشوفت. وبنفس الوقت قلتي وسام في لبنان أثناء عرض هذا الفيلم أو فيلم آخر؟ لا فيلم تاني، التاني كان اسمه الأرمال الطروب. أها كان محمد جمال وطروب. أيوة أول مرة يظهر محمد جمال. نعم، والرئيس وزراء لبنان سامي الصلح قلدك وسام. مظبوط. نعم، بالعودة إلى الحديث عن صلاح الدين، يعني العمل مع يوسف شاهين دائما له نكهة مختلفة ولهذا المخرج يعني دائما بصمة مختلفة. ماذا تعلمت من يوسف شاهين أو ماذا أضاف يوسف شاهين إليك؟ يوسف شاهين ده أستاذ كبير جدا، والحقيقة الواحد بيعتز بيه أن احنا عندنا مخرج بهذا المستوى حقيقي، وإنسان يبقى عايز يديك كل اللي جواه. نعم، اصل هو كممثل ممثل جيد فعلا، وبيحس بالمشهد وهو بيشرحهولك. نعم، يعني بيبقى حاسس هو بيه يعني، فعلا بيدي للممثل كتير قوي، بيهتم بالممثل بتاعه فعلا. نعم، بيحبه، يعني بيحب الممثل بتاعه وعايز يديله كل حاجه. نعم، اسمحي لي اخذ اتصال من الزميل الصحافي عبد الرحيم اللاز من لبنان. الو الو الو، مساء الخير. مساء الخير استاذ زاهي. اهلا استاذ عبد، بدي اهنيك انك استضفت الليله نجمه الجميلات ببرنامجك الحلو. الله يخليك، انت كلك ذوق وحلو بنفس الوقت. تسلم يا اخ عبد. استاذ زاهي، خلينا تسمح لنا نسال. تفضل. جميلتنا الفنانه ليلى فوزي. اهلا ليلى، مسيكي بالخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي في لبنان، وبعرف قديش انت عندك محبه للبنان وشوق للبنان. لا طبعا. عندي بس سؤالين شوي قريبين لبعض. من علاقتك وصداقتك العائليه للفنان الراحل عبد الحليم حافظ. نعم. قديش عندك اسرار من حياته مخبأة في صدرك وليش ما بتكشفيها، ومنها موضوع زواجه من الراحله سعاد حسني. السؤال الثاني. نعم. هل صحيح أن زواج الفنانة الشحرورة صباح وهي صديقتك الحميمة من المذيع أحمد فراج كان غير من نفسه أنك أنت تزوجتي من أشهر مذيع في ذاك الوقت من المذيع الراحل جلال معوض، فكان زواجها هي أن تكون كمان من مذيع مشهور زي جلال معوض؟ وشكرا. شكرا للأستاذ عبد الرحيم. شكرا ليك، ألف شكر للاتصال. لا، جوازي من جلال معوض ملوش علاقة بجواز صباح من أحمد فراج، يعني دي حاجة تانية خالص. والسؤال الأولاني يعني علاقتك وصداقتك الحميمة بالمرحوم عبد الحليم وسر زواجه من سعاد حسني. لا الحقيقة أنا معرفش، يعني بتكتب أنه كان اتجوزها، بس احنا لغايه دلوقتي مش عارفين ده حقيقي او لا. يعني حضرتك يعني ما عندك اي فكره عن الموضوع؟ لا يعني دي حاجات حساسه والواحد ما يقدرش يسال فيها. يعني لا احنا مش عم نسال فيها، بس احنا عم نقول انه عندك. لا ما اقدرش يعني اسال انا فيها، يعني ما عنديش فكره وعمري ما خطر على بالي ان انا اسال عبد الحليم. يعني نعم، حتى يعني هو يعني كان حريص انه ما حدش يعرف إن كان اتجوزها أو ما اتجوزهاش، الله أعلم. حتى أصدقائه المقربين لا ما كانش بيقول لحد حاجة. طب شو المشكلة إذا كان زواجها؟ يعني ما بعرف أنا وين الموضوع، يعني ليكون حساس لهالدرجة. مش عارف، يعني ما أعرفش، أصل إذا كان في جواز طب ما يتقالش ليه مثلا، يعني ما تعرفش إيه الوضع بالظبط الحقيقة.
نعم. طيب هل صحيح انه عبد الحليم حافظ والموسيقار كمال الطويل الله يطول عمره هن اللي اقنعوك بتقديم حفلي في ضمن برنامج اضواء المدينة، البرنامج الشهير لزوجك الراحل جلال معوض؟ يعني كان يجيب نجوم كبار وممثلين يقدموا المطربين بحفلات اضواء المدينة، وحضرتك ما كنت مقتنعة، واللي اقنعوك هن عبد الحليم وكمال الطويل؟ هو فعلا كان كلمني كذا مره جلال عشان اروح اقدم. كنتوا متزوجين؟ لا لا لا، كنتوا بعد ما تعرفوا خالص. يعني اتصل بي على اني اروح اقدم، يعني هو كان بيجيب يوسف وهبي، بيجيب مريم فخر الدين، بيجيب كل الممثلين الكبار يعني يقدموا الحفلات دي، وكان بتبقى بهجه حلوه فعلا يعني. كان بيبقى جميل فعلا. فكلمني كم مره رفضت، يعني انا مش معترف ان انا اروح المسرح، وبعدين انا يعني كسف ان انا اطلع، مش متعوده اطلع على مسرح يعني. كسف اطلع على مسرح، فبالتالي برفض. فعرف ان حليم عرفني وكمال عرفني، فصلتهم ان يكلموني. نعم توسط. كلموني ورفضت كذا مره، وبعدين اخر مره بقى حلف علي عبد الحليم ولازم اروح. وانت خايفه من ايه؟ ما انت احنا هتكون معاكي ومش عارف ايه وبتاع حاجات كده. فروحت فعلا، انا اتعرفت على جلال من هنا. نعم يعني هي بدايه الحب حصلت في من يمكن هو كان يعني هالالحاح وهالاصرار يمكن السبب بيرسم يعني. الله اعلم بقى. نعم. مين احب يعني الرجال اللي تزوجتيهم لنفسك ست ليلى؟ جلال معوض او انور وجدي؟ لانه عزيز عثمان كان يعني الظرف مختلف. والله شوف يعني العشرة يمكن خلت خلي انا حبيت انور وحبيت جلال فعلا يعني. لان ده بعد كده كان اختياري انا يعني. مش ما حبيتوش، طب هتجوزه ليه مثلا؟ يعني القلب يحب مرتين ما يحبش مرة. يحب كتير مش مرتين بس. بهالحفل دايما يقول لك اول حب هو الحب هو. لا يعني ممكن. خليني اخذ اتصال من جميل عبد السيد من لبنان. الو مساء النور. حيك استاذ. اهلا وسهلا. حي الفنانه الكبيره ليلى فوزي. تفضل. اهلا بيك. انا قبل ما اسال سؤالي للست ليلى، بناشد بالله السيد عبد الله الرهاب. نعم. من السعودية ثلاث مرات أن يتقي الله في نفسه ويطفي التلفزيون. أحسن شيء هو يطفي التلفزيون وخلينا نحن نسهر مع السيدة ليلى فوزي، لأنه نحن مبسوطين بالسهرة معها. وسؤالنا للست ليلى، شو هو الفيلم اللي كانت بتحب تمثله أو الدور اللي بتحب تمثله هي وما قدرت تمثله أو ما تمكنت أنها تمثله؟ تحديدا شو رايك بالمخرج يوسف شاهين كمان؟ سؤالتين. شكرا. شكرا. اذا شو الدور؟ اول شيء عم ينصحوا للاخ عبد الله، على الاخ ابو ريهام من السعوديه اللي وعظك، عم ينصحوا انه سكر التلفزيون اذا يعني بدل ما يوعظك على الهواء. وانا بعتقد فعلا كان ربنا يعني سبحانه وتعالى بكون مبسوط منه اكثر لابو ريهام لو حمل التليفون تلفن لك على البيت مثلا يعني وقال لك هالنصيحه يعني. مش مكانها المناسب على الملأ وعلى الهواء يعني، نوع من المزايده ما له معنى. انا بالاول ما حبيت اعلق بس هلا يعني بحب اقول رايي. شو هو الدور اللي بتتمني او يعني كنت بتحبي تعمليه وما تمكنتي تعمليه؟ يعني انا ما بفكرش في دور معين، يعني بفكر في قصه مكتوبه حلو، حدوته حلوه، سيناريو معمول كويس. نعم. مع مخرج جيد، هو ده اللي انا بفكر فيه. لان دول اهم حاجتين بالنسبه للعمل الفني. سالك عن رايك يوسف شاهين، بعتقد يعني حضرتك قلتي رايك من شوي بعدك من دقائق قليله يوسف شاهين. بس قبل ما اتوقف مع استراحه، بهالحفل اللي كنا عم نحكي عنه قدمتي حفل اضواء المدينه، قدمتي الفنان محرم فؤاد واخطأتي باسمه، قلتي فؤاد محرم صح؟ صحيح. فعلا حصلت. يعني انا اللي حصل اول ما طلعت على المسرح. نعم. الناس قعدت تسقف وتقول وحاجات وبتاع، وانا اصلا داخله وانا مكسوفه على الاخر. نعم. مش حاسه بنفسي. فما الناس عملوا كده اتلخمت اكتر.
فجأة راح اسم الراجل من مخي وهو كان جديد لسه، يعني عارف ما يعني انا شخصيا ما كنتش سامعاه قبل كده. نعم. فاقبلك ففين وفين لما قعدت اركز كل الايديت ركزت ان انا قلبت الاسم بدل ما اقول محرم فؤاد قلت فؤاد محرم. وزعل منك؟ وزعل مني، افتكر ان انا مقصده وان انا ماليش في الحاجات دي خالص. والصدف خلته يصير تسكنوا بنفس العماره فيما بعد. ايوه ده بعدين بقى. نعم. واتصالحتوا؟ اه طبعا. لا خلاص في ساعتها يعني نعم. بعد الاستراحة بنحكي عن عودتك إلى السينما بفيلم سوف يعرض، لي يعني لسوء الحظ أنه المخرج الكبير عاطف سالم لم يتسنى له العمر لي يعني مشاهدة هذا الفيلم في الصالات، وبنحكي عن تجربتك في التلفزيون وهل عوضك التلفزيون ما حرمتك منه السينما لحظات قبلي. مشاهدينا رح توقف مع بعض الفاكسات اللي وصلت ست ليلى. اول شيء من نور ناصر، نور ناصر الصديقة العزيزة ابنة العشر سنوات، بتقول انا اهنئك على هذا البرنامج الجميل وخصوصا في مقابلتك السابقة مع الفنان الكبير نجم عبد الكريم، لانك عرفت كيف تسرق منه كل التفاصيل المهمة عن حياته، وها أنت اليوم في 6 آب من 2002 تنور لنا شاشة المستقبل وتقابل فنانة مشهورة ومحبوبة هي السيدة ليلى فوزي، وبتوجه لك تحياتها الحارة جدا نور، وشكرا على تحياتك يا نور ناصر من بيروت. من عمان ولا شكرا كمان على كلامها الحلو حقيقي. نعم. نور عمرها 10 سنين انا بعرفها وفعلا من اذكى وافطن يعني الفتيات اللي تعرفت عليهم. من عمان من الاردن ام عبد الرحمن بتقول مساء الخير وشكرا جزيلا لكم اسرة برنامج خليك بالبيت على كل ما تقدمونه لنا من أشخاص منحبهم ومتعرف عليهم، ولكن أحب أن أقدم بعض الملاحظات أرجو تقبلها، وأكيد على الرأس والعين أي ملاحظة وأي انتقاد مهما كان ومن أينما أتى، لأنه منتعلم من هالملاحظات ومنتعلم من الأخطاء اللي منرتكبها أحيانا ومنتعلم من الهفوات، على أمل أنه دائما نكون عند حسن ظن المشاهدين. قول أم عبد الرحمن، أولا التركيز على جمال الفنانة أكثر من أي جانب آخر لا أعتقد أنه محبب للمرأة نفسها، وأستغرب امرأة ترفض فكرة الحمل وفترة الولادة وهي الفترة التي تدفع المرأة كل ما تملك عليها حتى تحصل على لقب أم. هيدي أول ملاحظة، بتحبي تعلق عليها شيء؟ لا أنا أحب أقول لها أنها كانت حاجة مؤقتة يعني مؤقتة، ان انا حاليا اخر الحكايه دي. نعم. فحصل ان انا اتاذيت نتيجه ال نعم، ولكن هالامر لم يخلق لك عقدي او يعني تقبلتي برحابه صدر وبتفهم، وهذه يعني مشيئه الله سبحانه وتعالى. اما موضوع التركيز على الجمال فهو يعني نحن حكينا عن جمال خارجي وجمال داخلي، وموضوع السينما وموضوع الفن الجمال جزء منه يعني بطبيعه الحال، خصوصا بالزمن اللي ابتدت فيه السيده ليلى فوزي يعني مسيرتها. اهم شيء بتحب
بتقوله أم عبد الرحمن للسيدة المحترمة ليلى فوزي. بالنسبة للسيدة شادية بتقول تحجبت والتزمت منذ مدة ولم نسمع منها شخصيا أي كلام، ولا أعتقد أنه يجوز لإنسان أن يتكلم بلسان أي شخص آخر. وفي مرة قرأت في مجلة على لسان شادية كلام، وهذه المجلة دفعت الثمن واعتذرت وقالت أنه بلسان صديقة، وهي ترفض أي كلام عن الفن ولا يعني تعتز به أبدا. أم عبد الرحمن من الأردن. والله أنا ما قريتش الكلام اللي بتقوله ده الحقيقة. نعم، بس هي عم بتقلك إنه حتى أنا مش بتكلم عن لسان حد، أنا بتكلم عن حقيقة. نعم. وإن أنا فعلا شادية صديقتي، وإن نعم. أنا بكلمها وبشوفها، يعني ما بدعيش يعني. وبتسمع منها الكلام اللي عم تقولي لنا اياه انه يعني هي غير نادمه وغير ليه؟ ولا تخجل بأي شيء. انا لا بدعي ولا انا بألف روايات ولا حاجات من دي يعني. نعم. وماليش في الحاجات دي كمان، ما بتشتغلي بالقيل والقال و ماليش. نعم. من اواسط يعني الثمانينات ابتعدتي عن سينما ست ليلى فوزي، وكان آخر أفلامك هو ضربة شمس مع الفنان الكبير نور الشريف، وكان أول أفلام المخرج محمد خان. يعني أولا لماذا ابتعدتي كل هذا الوقت قبل أن نتكلم عن فيلم المرحوم عاطف سالم؟ ابتعدت لأن كان بدت أفلام أولاد وأفلام سكس وضرب وخبط وبتاع، يعني ما كانش في نوعية أدوار بالنسبة لي يعني حامل فيها إيه الأدوار دي. نعم. طب هل بتشارك؟ أنا اللي ابتعدت على إنه لما تيجي حاجة مناسبة ما فيش مانع، مش ابتعدت إن أنا ابتعد على طول، لا. نعم. هل بتشاركي الأخ خالد الشعلان من السعودية اللي قال لك يعني ونحن أجلنا هالنقطة إنه الأزمة هي أزمة نصوص، يعني المشكلة الأساسية في النصوص في السينما، انه لو توفر نص بمواصفات معينة يمكن بحل المشكلة؟ هو يعني كلامه فيه شيء من الحقيقة، انما انا شايفة ان بالنسبة للتلفزيون بقى فيه يعني ابتدوا يخشوا في مواضيع بتهم الناس وتهم المشاهدين. نعم. عم نحكي عن السينما واحداث حاصلة. نعم. ده في التلفزيون. السينما لسه يعني ما اتعملش فيها مواضيع مهمه، يعني ما شايفي اي موضوع مهم بالسينما يعني معلوم. ما فيش حاجه لسه اتعملت افلام يعني افلام يعني إيه؟ الانتاج حاليا. نعم. بيتعمل انتاج للشباب الجديده، واحنا بنرحب جدا بحكايه الشباب الجديد، احنا المفروض يطلع وجوه جديده كتير قوي، وهم كتير جدا بس مش كلهم يعني كويسين. نعم. قلة اللي هم كويسين. مين بيعجبك؟ مين بيلفت نظرك؟ في يعني من البنات، في منى زكي. نعم. بنت كويسة ثبتت وجودها، في حنان ترك، في حلا شيحة، وفي أختها برضو الأصغر برضو عاملة عمل كويس. نعم. وفي شباب كذا واحد ثبتوا وجودهم كويسين فعلا يعني. نعم. طيب افلام احنا بنرحب بهذا، احنا بننادي بالشباب الجديد. نعم. لازم يطلع شباب جديد لان الموجود مش هيعيش للابد. نعم. يعني محتاجين احنا شباب جديد. طيب. ما بتعتقد انه افلام مثلا على سبيل المثال مخرجي مثل ايناس الدغادي هي افلام يعني تطرح بعض المشاكل وبعض القضايا اللي بتعاني منها مثلا المجتمعات العربيه او المراه، او افلام عادل امام مثلا يعني ما حفظ الالقاب له طبعا، يعني مشكله الارهاب ومشكله امور من هالنوع. يعني في افلام كويسه اتعملت، احنا بنتكلم. نعم. على النهارده يعني الافلام. نعم. دي قديمه اللي اتعملت. نعم. يعني طبعا في افلام قديمه اتعملت ومواضيع جاده ومواضيع تهم الناس ومواضيع حاصله في حياتنا. نعم. طيب هل بتعتقد ست ليلى انه في مشكله بالكتابه لجيلك في السينما، يعني للفنانات والفنانين اللي هن بسن معين السينما بتظلمهم، السينما في العالم العربي يعني بتركز فقط على الشباب وعلى عمر معين؟ لا، هو فعلا احنا الجيل بتاعنا مظلوم فعلا. نعم. لان احنا لازم يعني يتكتب لنا ادوار، فاللي بيحصل ما بيتكتب لناش ادوار، يعني الادوار بتكتب للصغيرين اللي. نعم. هم هيطلعوا ابطال،
ما بيهتموش بالأدوار الأم، الست الكبيرة مثلا، الخالة، العمة. يعني في ستات في حياتهم. طيب برأيك ليش تدهور الوضع السينمائي في العالم العربي وفي مصر بشكل خاص؟ لأنه لما نقول سينما عربية يعني العمود الفقري هو السينما المصرية. طبعا. نعم. ليه تغير واقع الحال بهالشكل؟ يعني أنا شايفة أساسا المنتج الجديد هو ما هوش حريص إنه يعمل إنتاج جيد، هو داخل وحريص إن هو يعمل عمل يكسب فيه بس. نعم. يعني الفرق بين المنتج النهاردة والمنتج زمان، منتج زمان كان فنان. نعم. وغاوي فن وكان بيحب الفن، وعشان كده دخل يشتغل في الفن. مثل مين؟ ما دخلش عشان فكر في الفلوس. آسيا داغر مثلا، رمسيس مثلا، وماري كويني. نعم. توجو مزراحي، حلمي رفلة. نعم. كل الناس القدام دول كلهم كانوا بيشتغلوا، والفنانين كمان كانوا بينتجوا. يعني الفنان من دولة، المخرج او الممثل او الممثلة كانوا بينتجوا. يعني زمان مثلا مش كان في عزيز امير، مش كان في اسيا كانت بتمثل، وكانت ماري كويني برضو بتمثل. نعم. يعني ناس غووا الفن وحبوه، وبالتالي دخلوا انتجوا ومثلوا. وفي ناس يعني اسيا مثلا من الناس عشان تعمل فيلم زي صلاح الدين بهذا المستوى وبهذا الجمال فلست. نعم. في سبيل الفن. فلست في سبيل الفن فعلا. نعم. يعني هلا في ناس بفلسوا الفن في سبيل الفلوس وفي سبيل المال. طيب شو اللي اغراكي بفيلم يعني عاطف سالم، انه بعد 17 سنه تقريبا ابتعاد عن السينما قدر اقنعك المخرج عاطف سالم بالعوده؟ لماذا؟ يعني شو الجديد، شو المختلف؟ شو اولا عاطف كمخرج عظيم، وانا كنت بقدره وبقدر عمله، وبعدين الفكرة كانت جديدة ما اتعملتش قبل كده، ودوري أنا دور إنساني حلو. يعني هي ست المفروض جاية من لندن، ست إنجليزية جاية تحط وردة في قبر جوزها في أيام الحرب العالمين. نعم. فروحت إني ألاقي قبر جوزي. نعم. ملقيتوش. هي فاهمة انه هو يعني استشهد خلال الحرب. انه استشهد ولو. نعم. وسوف تكتشف قبر. فملقيتش، وقعدت اسأل، وواحد يوديني للتاني والتاني يوديني للتالت والتاني والرابع، ودخت وفي الاخر رحت الواحد شرح لي ان ده ما ماتش في الحرب ولا استشهد، وان كان ولا استشهد ولا حاجة، وكان بيحب بنت غجرية في الصحراء واعتدى عليها وضرب بالرصاص بسبب انه كان بيحبها وعايز يعتدي. يعني وردة لخائن، تصور بقى دور حلو يعني. وفي الاخر بقى وانا ما عرفت ده، ركبت العربية ورجعت ورميت جواباته ورميت الورد، يعني دور حلو. يعني ما هوش كبير، هو دور صغير، انما دور حلو. ست ليلى كمان مرة لو سمحتي لي نتوقف للحظات قليلة جدا ثم نتابع هذا الحوار.
ست ليلى، أم عبد الرحمن أيضا من الأردن صاحبة الفاكس الأول، بتقول: أود أن أقدم شكر الجزيل لك على الصراحة التامة، وعندما أبعث أي سؤال أجد عندك الصراحة التامة، فشكرا جزيلا لك، وإن دل على شيء فهذا يدل على الثقة بما تقدم، وشكرا للسيدة ليلى على تقبلها الملاحظات. أم عبد الرحمن من الأردن. يعني احنا بقى نكرر انه اي موقف او اي رأي او اي ملاحظة الانسان مفترض يتقبلها، لانه الحياة هي عبارة عن وجهة نظر، والحياة حلوة بتنوعها، كل واحد حر في رأيه. نعم. يعني علوم، انا كمان بشكرها جدا، وانها انسانة حساسة ورقيقة حقيقة. نعم. وعلى كل حال انا بعتقد انه مش اول مرة بتبعت فاكسات على خليك بالبيت، فبنشكر يعني حسن متابعتها. هل عوضك التلفزيون ما تشكو منه السينما؟ يعني ابتعدتي عن السينما وركزتي على التلفزيون. هل اعطاك شيء لم توفره السينما لك؟ وما هو؟ ما هو في نفس الوقت يعني لقيت التعويض بان انا لقيت بيتالف لي ادوار. نعم. بترسم لي ادوار، وادوار جيده وبطوله. انما الفتره اللي قبل ما اخش التلفزيون كان بيتعرض علي ادوار هامشيه ما هياش في سياق الموضوع. نعم. يعني اي كلام، يعني موجوده مش موجوده، يعني ابقى زي قلتي. فأنا فضلت أبعد بهذا السبب، لأنه مش عايزة أنا أضيع ماضية الحلو، فاحتفظت بالماضي بتاعي في الوقت نفسه اللي هي السينما. في الوقت نفسه جالي فرصة التلفزيون، ولقيت أنه بيعرض علي أعمال جيدة، وفعلا يعني عملت أعمال فعلا حلوة في التلفزيون. ما بتعتقد أنه التلفزيون كمان حاصرك بنوعية معينة من الأدوار؟ يعني الست الهانم، السيدة الأرستقراطية، بنت يعني الذوات، يعني أعمل إيه؟ ما هم بيقولوا لي ما بيلاقوش حد. يعني إن أنا ببقى في الأدوار دي كويسة، فيعني ما أصلا هو شوف هقول لك حاجة، يعني هو مانيش محطوطة في حتة معينة. إن أنا أطلع برنسيسة أو أطلع بنت الذوات أو أطلع ملكة أو إمبراطورة، نوعية الدور بتبقى مختلفة. أي نعم بطلع أنا ست شيك وكده، إنما نوعية الدور بتبقى مختلفة، ما بتبقاش هي وإلا تبقى عملية مملة. يعني الدور النوعية بتاعته بتختلف. نعم. وين بتحسي يعني في شغف أكثر وفي متعة أكثر؟ يعني في أمام الكاميرا التلفزيونية أم أمام الكاميرا السينمائية؟ وين بتحسي انه يعني هالفن اللي عم تعمليه يعني شغوفة فيه اكتر وحاببتيه اكتر وكمية الحب اكتر والحماس؟ شوف طبعا يعني حب للسينما. نعم. ما فيش شك، ده حب الاولاني ما فيش شك يعني. و انما بعد كده لما اشتغلت. نعم. التلفزيون حبيته برضه. طيب، يقال انه التلفزيون بلا ذاكره، يعني بعكس السينما، انه الفيلم السينمائي ممكن انه يعرض ويعرض 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 في التلفزيون والى اخره. بينما التلفزيون يعني المسلسل يمكن نشوفه مره مرتين وبعدين خلص يذهب في الادراج. هل بتعتقدي انه التلفزيون فعلا بدون ذاكره؟ يعني لا، هو مش بالدرجه دي زي ما بتقول كده يعني. لان التلفزيون بيتعرض برضه، يعني احنا عندنا محطات كتير. نعم. يعني بالعكس، في يوم واحد انا ببص الاقي ليا ثلاث اربع مسلسلات. سلام. او فيلمين في وقت، يعني في وقت واحد. يعني المحطات الكتير والتلفزيون بقى كتير دلوقتي، فبقى في فرصه للعرض المستمر للافلام والافلام التلفزيون برضه. نعم. ست ليلى بتقولي يعني اثناء تصوير هوانم جاردن سيتي او بوابه الحلواني، بتقولي: كنا انا ومديحه، اي مديحه يسري، نشعر اننا غريبتان وسط جيل الممثلات الجدد. ليه كنتوا تشعروا بالغربه؟ يعني احنا القدام اللي اشتغلنا في السينما. نعم. دخلنا على جو غير الجو اللي احنا متعودين عليه. نعم. يعني احنا متعودين على جو كله صداقة وحب وألفة، وكل واحد بيحب التاني، وكل واحد عايز اللي قدامه يطلع احسن منه ويطلع كويس. يعني مفيش
اللي انا وبس. نعم. يعني انا بس اطلع كويسه واللي قدامي مش مهم، خد بالك. نعم. يعني دي كانت غير موجوده في حياتنا. نعم. وكان فعلا ايام جميله ولا تنسى حقيقي. يعني احنا هلا يا رب يغلط، يا رب يغلط. ايوه يعني احنا اول ما اشتغلت انا في التلفزيون كنت بعاني من جوايا، يعني نعم. كل شيء تغير، اتغير بقى مش هو، يعني مش الجو اللي انا اتعودت عليه، يعني واخد بالك، جو تاني تماما. بتحس العلاقات يعني الانسانيه بهالعصر، يعني بتحس انه العلاقات الانسانيه في هذا العصر انضربت، يعني مشوهه مريضه. شوف، هو مش كل الناس. نعم. يعني عم بحكي في الوسط الفني. الوسط الفني بالنسبه للتلفزيون، لان دلوقتي بشتغل تلفزيون مش بشتغلش. نعم. سينما. دخل فيه كل الفنانين بتوع السينما. نعم. فدول بيحترموا شغلهم وبيحترموا مواعيدهم وبيجوا في مواعيدهم وبيحترموا كل انسان في الاستوديو. انما في بعض من الجداد ما عندهمش الاحساس ده خالص، يعني يجوا مواعيد بايظه. نعم. اقعد مثلا استناهم بساعتين ثلاثه عبال ما يجوا. ما فيش احترام للعمل، ما فيش حب للعمل. نعم. يعني مش داخلين للعمل نفسه وحبهم للعمل، فبيشتغلوا باستهتار. بس ده مش كله يعني. نعم. انا بتركز كتير على كلمه حب العمل، يعني صرت مكررتيها الليله. مهم جدا حب. نعم. العمل ده مهم جدا لاي نوع من العمل، مش بس الفن. نعم. والفن خصوصا لازم انت يعني لما تلاقي فيلم انت حسيت بيه ومشاعر الممثل اللي قدامك اللي انت بتتفرج عليه واتخذت معاه، ده بيبقى نتيجه ايه؟ ان هو. نعم. اقنعك وهو بيمثل، انت اقتنعت بيه، اقتنعت بانه احساسه اللي وصله لك ده هو صح. نعم. صح. مين الممثلين اللي لهم بصمه عندك ست ليلى ما بتنسيهم يعني بتحسي انك هيك اذا وقفت قبالهم يعني بتعطي من كل قلبك، سواء في الماضي ام في الحاضر؟ كتير كتير في الماضي، في ممثلين او ممثلات طبعا. كتير يعني في القدام عندنا، في رشدي اباظة، في عمر الشريف، شكري سرحان، في عمر الشريف، في فيلم حلو كتير مع عمر الشريف. من اجل امرأة. من اجل امرأة. من ادوار جميلة. ده انا بحبه جدا كمان. نعم. الدور ده. طب ما كان في تنافس بين بنات جيلك، يعني انه كنتوا هيك ملائكه يعني ابدا؟ لا لا، مش حكايه ملائكه، لا لا، يعني احنا داخلين حابين الفن وحابين شغلتنا وحابين كل الناس، احنا مش داخلين اعداء. نعم. احنا مش داخلين نفارس بعض، لا. وبعدين ما احناش ملائكه. نعم. احنا في الغيره الفنيه. نعم. الغيرة الفنية دي يجب أن تكون. ليه بقى؟ هي دي اللي بتعمل المنافسة، إن أنا أشوف زميلة ليا عملت دور حلو وطلعت ممتازة فيه، أنا نفسي في دور زي ده مثلا، وأبقى سعيدة إن هي نجحت فيه، خد بالك. مين هن بنات جيلك؟ شادية، فاتن، وفاتن، ومجده، وكلنا يعني ومديحه، كلنا يعني تقريبا. نعم. في وقت واحد. في فيلم مع السيده هدى سلطان، شو اي فيلم؟ ما هو بورسعيد. بورسعيد. هدى سلطان في بورسعيد، وهدى سلطان اشتغلت معايا اول فيلم ليها، كان حاجه تاريخيه، كنت. نعم. انا البطله وكان في سامية جمال، واول دور لهدى سلطان. اسمه افراح اظن، حاجه كده. لا بس في بورسعيد مشهد ضرب بعذبها، بتضربيها. كانت بنتها عم تتفرج، شو اللي حصل؟ ايوه. كان دمها خفيف قوي، البنت كانت صغننه قد كده. نعم. وبعدين احنا رابطين هدى عشان تعترف على فريد شوقي فين، احنا بندور على فريد شوقي مش لاقيينه. نعم.
ومسكناها هي، مسكتها هي بقى بالذات عشان تعترف فريد فين، وقعد اعذب فيها واضرب فيها ومش عارف ايه. بنعمل بروبة وكذا مرة ونحفظ الحوار ومش عارف ايه. خلاص هنصور، وبدينا نصور وسط ما انا بضرب هدى وبعذبها وجايبين النار قدام عينيها وحاجات زي كده، وبصينا لقينا البنت دي صرخت ودخلت في وسط المشهد ومسكت في هدومي وتشد فيا وتضرب فيا. كلنا جات لنا كريزه، كريزه ضحك. طبعا البنت بتعمل بمنتهى خفيه الدم وفاهمه انها وما بتضرب حقيقي، وفضلت قاعده كرهاني يعني كذا يوم عشان مش راضيه تصدق ان ده يعني شغل. ست ليلى، يعني عملتي مع كبار المخرجين ومع أجيال مختلفة من المخرجين، سواء المخضرمين سواء الجدد، يعني هل من مخرج له بصمة كبيرة في حياتك؟ هل من مخرج له فضل أكثر من غيره عليك؟ والله شوف، كل المخرجين لهم فضل علينا. نعم. يعني بقول لك المخرجين والممثلين اللي قبلنا كلهم رحبوا بينا واحتضنونا وبقوا يوجهونا وبقوا يعلمونا، تعلمنا منهم كتير قوي حقيقي، من المخرجين ومن الممثلين. كان حلمك أن تلتقي بيوسف وهبي بعميد المسرح العربي، وحصل أن التقيت فيه. اشتغلت أنا معاه يوسف وهبي، اشتغلت معاه فيلم اسمه سفير جهنم، وفيلم تاني كان فيه أنا ورأي إبراهيم، وهو كان ده إخراج توجو مزراحي. توجو مزراحي. يعني من الماضي إلى الحاضر، نتذكر بعض اللقطات أو موقف من هوانم جاردن سيتي، ثم نتوقف مع الاستراحة الأخيرة ونأتي بعدها إلى الختام. ست ليلى فوزي، يعني الجزء الثاني من هوانم جاردن سيتي برأيك كان بنجاح الجزء الأول وظاهرة الأجزاء، هل حضرتك معه؟ يعني لما عم ينجح عمل عم نلاحظ مجرد ما ينجح فالجزء الأول والثاني والثالث والرابع لا، هو للأسف أن الجزء الثاني ما خدش وقته في التحضير وفي الكتابة. يعني احنا دخلنا ابتدينا نصور في الاستوديو وكان لسه السيناريو كامل ما كانش في ايدنا، فهو ده الغلط، ولذلك ما طلعش في نفس مستوى الاولاني حقيقي. محمد من بيروت بيسألك عبر الفاكس، وهو حقيقة هذا سؤال يعني سؤال الكثيرين في نفس الوقت، بيقول اود ان اعرف من السيدة ليلى فوزي ما هو سر جمالها، وهل هي مع عمليات التجميل؟ واهلا وسهلا بها في لبنان. يعني شو هو سر جمالك؟ وبعتقد يعني حضرتك سمعتي هالسؤال يمكن مليون مرة. لا بسأله مليون، بتسأل فيه مليون مرة. نعم. ومن الستات بالذات بقى. نعم. أنا عايز أقول إنه حاجتين مهمين جدا للست في حياتها. نعم. الرياضة والأكل. شو الاكل تاكل كتير يعني؟ لا، اهم حاجه لا تعرف لازم تاكل ايه. نعم. يعني لازم تاكل، يعني لازم يبقى عندنا وعي صحي، يعني ايه الاكل الصحي اللي انا لازم اكله. نعم. يعني احنا بناكل كده عشان بناكل كميات فظيعه جدا، فده كله ده بيبقى غلط، بالتالي ان الواحد بيسمن. الرياضه برضو بتعملها، بتدي للوش نضارة، بتدي الواحد صحة، بتدي له رشاقة من جوه. هنا لازم يبقى كده جميل، أبيض حلو. نعم. ميبقاش فيه أي حاجة جوه الواحد، ابتعاد عن الحقد والحسد والغيري صحيح. نعم. وهل حضرتك مع عمليات التجميل أم ضد؟ يعني اليوم تعرفي الزمن تغير والطب وجراحة، يعني جراحة التجميل اتطورت، وكثير ناس أصبحوا يلجأوا إلى عمليات التجميل والشد وإلى آخره، بقت منتشرة فعلا. نعم. وما بقاش
يعني الناس ما بقتش بتكسف منها، بيقولوا عادي في الحكايه دي. يعني حضرتك اجريتي عمليات تجميل؟ انا لا، ما عملتش عمليات تجميل. انا الحمد لله يعني اسلوب حياتي. وبعدين انا طول عمري محافظه على وشي، يعني مهم قوي ان الواحد يحافظ على وشه. اكبر غلط ان الواحد يحط مكياج طول النهار وطول الليل في وشه، دي ألعن حاجة. أوحش حاجة إن الواحد ينام بمكياج على وشه، لأن دي مسام اللي في الوش دي زي المناخير، زي ما بتتنفس من مناخيرك الوش بيتنفس برضه، يعني لازم يتنفس. إنما أنت ما تفضل على طول حاطة في مكياج طول النهار وطول الليل، طب هيتنفس إمتى؟ صحيح يعني. وبعدين لازم الواحد يستعمل كريمات، لازم يستعمل تنظيفات للوش، ولازم يبقى فيه نوع من الاعتناء للوش بشكل خاص، واسلوب الحياه نفسها كمان. يعني لازم اسلوب الحياه يبقى اسلوب معتدل، يعني ما يبقاش في سهر طول الليل مثلا، الواحد ينام بدري. النوم البدري الواحد بيستفيد صحة أولا، وبيستفيد بنضارة وشه، بيطلع في الشمس، بيطلع في الهواء، بيلعب رياضة، كل دي استفادة في جلد الواحد وصحة الواحد. وكمان من الحاجات اللي بتمنع الأمراض عن الواحد فعلا، يعني ياريت كل الناس تعرف قيمة الرياضة والحفاظ على صحة الواحد ونضارة وشه. ست ليلى، لما بترجع تستعيدي هيك مسيرة حياتك ومشوارك الطويل والمليء يعني بالأحداث وبالنجاحات وأحيانا بالمرارات وبالدموع والابتسامات، هل حضرتك نادمة على شيء؟ هل في يعني صفحة بتحبي تخزقيها من كتاب حياتك ترميها مثلا جانبا، أم أنه لو رجعتي عاد فيك الزمن إلى الوراء ممكن يعني تعيشي نفس الحياة ونفس التجربة؟ لا يعني عمر ما جاء علي وقت ان انا حسيت بندم على فترة في حياتي. بالعكس يعني كنت قنوعة ومقتنعة ان دي ارادة ربنا، وما فيش حاجة بتحصل للواحد من غير ما يكون مكتوب له. يعني طيب، احلامك المقبلة بماذا تتلخص؟ شو اللي بتتمنيه بعد؟ شو اللي في شيء بتحبي تعمليه وبعد ما عملتيه، سواء على المستوى الشخصي او على مستوى الفن؟ يعني عندي أمنية الحقيقة إن أنا أرجع أعوض بعض الشيء من اللي فاتني بالنسبة الفني حقيقي. يعني ده الشيء اللي أنا بتمناه، وربنا يديني الفرصة لهذا. يعني على كل حال أنا كمان بدعي لك بالتوفيق وبالخير وبالنجاح، وبحييك وبشكرك، ومن خلالك بحيي كل مصر، مصر الولادة وأم الدنيا كما تقولون. أهلا وسهلا فيك سيدتي ليلى فوزي. أهلا بيك، وأنا بحييك، وأنا سعيدة إن أنا جيت وعملت البرنامج ده، والبرنامج بيشوفوه في مصر بيحبوه جدا حقيقي، وكنت بتمنى إن أنا أجي قبل كده الحقيقة، بس يعني الظروف ما كانتش سامحه الحقيقه. على كل حال ان تاتي، وانا سعيده بمجيئي، وان انا بقالي فتره ما شفتش لبنان فعلا. وسعيده جدا ان انا جيت حقيقي، لان بحب البلد وبحب ناسها، ناسها حلوين وجمال حقيقي. والناس بحبوكي وعبروا اليوم يعني بتعرفي لو لا الضغط على الهاتف يعني كنت سمعتي اكثر بكثير، ولكن كثره الاتصالات احيانا بتصير صعب انه اعلق الخط مع اصدقائنا المشاهدين، اللي بنوجه لهم اكيد دائما الشكر الاكبر على حسن ظنهم فينا وعلى متابعتهم الدائمه لنا. والاسبوع المقبل ايضا سيدي قديره وسيدي كبيره من كبيرات الفن في لبنان والعالم العربي، لقاء خاص وتكريمي للسيدة صباح. تصبحوا على ألف خير.